بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه خاصه من برنامج الابطال. النهارده الحقيقه هيكون ابطالنا فريق الكره الطائره للسيدات، الحقيقه اللي توجنا اول امبارح ببطوله كاس مصر على حساب نادي الصيد بنتيجه 3-2. تابعنا طبعا المباراه وكانت مباراه ماراثونيه، والبنات الحقيقه اثبتوا جداره واستحقاق. والحقيقه احنا هنا بنوجه التحيه لنادي الصيد، الحقيقه اللي قدم مباراه كبيره بمجموعه من اللاعبات الشابات طبعا، فاكيد بنوجه لهم التحيه وبنقول اكيد مبروك نادي الاهلي، وكانت مباراه رائعه. النهارده حلقه خاصه هيكون معانا عدد كبير من اللاعبات وايضا الجهاز الفني عشان الحقيقه نقرب منهم ونعرف اكيد الارقام، وهقول لحضراتكم الارقام دلوقتي، الارقام اللي حققها او اللي حققوها سيدات الكره الطائره على مدار التاريخ تثبت انهم الحقيقه فتيات الذهب. واللقب اللي اطلق عليهم ده لقب مش من فراغ، من القاب وارقام وحفاظ على القمه. توصل القمه سهل ولكن تحافظ عليها صعب. يعني كل سنه بنشوف منافس مختلف، ساعات يبقى منافس نادي الشمس، ساعات بيبقى نادي الصيد، ساعات نادي الزمالك، اوقات بيبقى نادي هليوبلس، ولكن نادي الاهلي دائما ابدا حاجز مكانه في يعني المنافسه. ومش بس كده، لا ده بيحسم البطولات لصالحه. مثلا ناخد نهله سامح، الكابتن طبعا التاريخي النادي الاهلي او كابتن فريق، كابتن نهله سامح 47 بطولة على مدار تاريخها مع النادي الأهلي، 18 دوري ممتاز، 18 كأس مصر، 6 بطولات أفريقية، دي طبعا آخر كأس حملته الكابتن نهلة سامح، تاني 18 دوري، 18 كأس، 6 بطولات أفريقية، 5 بطولات عربية، المجموع 47 بطولة. ده بالنسبة لنهلة سامح. طيب بالنسبة لكابتن حمدي الصافي المدير الفني اللي تولى المسؤولية تقريبا من 5 سنوات، 19 بطولة، 7 دوري ممتاز، 6 كأس، 4 بطولات أفريقيا، 2 بطولات عربية. وعايز أقول لكم إن هو يعني نادر لما تلاقيهم خسروا بطولة، يعني أنا أفتكر في مدار 4-5 سنوات اللي فاتوا يمكن بطولة واحدة اللي خسرها فتيات الذهب، سواء أفريقية أو عربية أو حتى محلية. يعني التفوق مش بس محلي، يعني ممكن تقول ما فيش المنافسين يعني مش كتير، لا الريفرنس او المعيار الحقيقي ان انت بطولاتك الافريقيه، ولا انا غلطان؟ طب يعني هروح فين؟ بطولات الافريقيه ما فيش غير اخر 5 سنين يمكن بطوله افريقيه واحده خسرها النادي الاهلي في كل السنوات اللي فاتت، فالحقيقه وبطوله عربيه يمكن، يعني نادر لما تلاقي الفرقه دي تخسر بطوله، والحقيقه حتى بتلاقيهم يعني هم خسرانين بيوعدوا السنه الجايه ان ياخدوا كل البطولات. هيكونوا معانا النهارده، هنقرب منهم، هنشوف استعداداتك قد ازاي، هنشوف الكواليس، صعوبات. نتكلم عن ماتش الصيد الاخراني اللي الحقيقه كان ماتش صعب وخلص 3-2 بشوط خامس، خلصت نتيجته على ما اتذكر 16-14. الحقيقه كان مباراه مهمه جدا وكانت صعبه. خلينا نقرب من اللاعبات والجهاز الفني، انتظرونا اكيد هيبقوا معانا، ويعني ان شاء الله تبقى حلقه تعجبكم. بس الحقيقه ما ينفعش يبقى النهارده برنامج الابطال وما اتكلمش عن كره السله وطبعا اللي حصل امبارح. خلينا استعرض مع حضراتكم بعض الامور المهمه، ومعلش انا عايز حضراتكم تركزوا معايا عشان يعني زي ما بيقولوا لازم الحقائق ولازم كل حاجه تبان. النادي الاهلي امبارح بيلعب من غير محترف، وما ادراك ما المحترف في كره السله. هتقول لي يا كابتن طب ازاي؟ طب ما هو ان احنا النادي الاهلي، صح، النادي الاهلي بمن حضر وبدليل اللي حصل امبارح ان احنا الاقرب وقت، لولا التحكيم، وانا بقول لولا التحكيم كان ممكن يكون في كلام تاني خالص، وهقول ليه التحكيم. بس خليني اقول المحترفين امبارح كان في ماتشين، الزمالك والجزيره في نصف النهائي والاهلي والاتحاد في النصف الثاني، وكان دي قبل دي. محترف الزمالك وولتر هوج اللاعب المحترف حط 39 نقطه من اصل كام؟ من اصل 85 نقطه سجلها نادي الزمالك. طب لو قسمنا ده على ده هنجيب النسبة المئوية كام؟ 45% من قوته الهجومية نادي الزمالك كانت في المحترف وولتر هوج. تاني 39 نقطة من 85 بونت، يعني 45% من قوتك الهجومية في المحترف. طب شيل المحترف، شيل المحترف، أكيد هينزل مكانه لاعب مصري عمره ما هيحط 39 بونت. طيب نادي الجزيرة جيمس اللاعب المحترف حط 25 نقطة من أصل كام؟ من اصل 83 نقطة سجلهم نادي الجزيرة. ودي الاحصائيات قدامكم، احنا بنتكلم بالارقام. تمام؟ 25 نقطة جيمس محترف الجزيرة حطهم من اصل 83 نقطة، يعني 30% من قوة نادي الجزيرة امبارح الهجومية، من قوته الهجومية، وما أدراك ما الدفاعية كمان. أنا هتكلم بس على الهجومية اللي الحقيقة كانت هي مشكلة أو اللغز بتاعنا امبارح.
30% من سكور او القوه الهجوميه لنادي الجزيره، نادي الجزيره حطها المحترف جيمس. طيب هنروح لمحترف الاتحاد السكندري اللي لعب قصادنا، مش هتكلم على المباراه الاولانيه، هتكلم على المباراه بتاعت امبارح. مباراه امبارح حارس حط 14 نقطه من اصل 71 نقطه، بيعني 20% من قوه الاتحاد، 20% من قوه الاتحاد او نادي الاتحاد السكندري كانت الهجوميه في هاريسن، في هاريس اللاعب الامريكي المحترف في صفوف الاتحاد. طيب النادي الاهلي امبارح بيلعب من غير محترف، يعني على الاقل لو خدنا اقل النسب، اقل النسب المئويه في المحترفين الموجودين هنقول 20 25%، يعني هتحط زياده حوالي 15 نقطه، انت خسران امبارح 6 نقاط. فاذا انا ما بجيبش اعذار، اللعيبه ما كانتش موفقه، ما كناش في احسن حالتنا امبارح، الماتش امبارح ما كناش في احسن حالتنا، والماتش الاولاني برضو ما كناش في احسن حالتنا، ولكن فرقه بتلعب بدون محترف قدام فرق بتعتمد اعتماد كلي وجزئي على المحترف في ان هو يهدف ويساعد فرقته الثانيه، لا انت بتقل كتير من قوتك الهجوميه. في الوقت اللي تميز فيه النادي الاهلي في مباراه امبارح دفاعيا، ولولا التحكيم، طب ليه انت بتقول التحكيم هيثم؟ انا اقول لحضراتكم في كره مفصليه، كره مفصليه في المباراه، طبعا احنا مش هنقدر نجيب طبعا فيديوهات لان في حقوق واحنا بنحترم الحقوق، ولكن النتيجه كانت 63 63 63 61 على ما اتذكر، يعني انا مش فاكر السكور بالظبط قوي. فاول على يوسف شوشة كان راح يهاجم، اتقطعت منه الكوره، كانت كنا رايحين 3-1، النادي الاهلي كان رايح 3-1، وضع طبيعي جدا، لاعب بيتقطع منه الكوره بيعمل فاول غصب عنه عشان واقف الكوره، اي فاول مقصود بيه تعطيل الكوره عشان ما تروحش هجمه ده فاول متعمد، بدليل انا والله لو اقدر اجيب لكم الفيديو هجيبه لكم، الحكام صفروا في الاول ان هو فاول متعمد، يعني رميتين واستحواذ كانوا ممكن يفرقوا مع النادي الاهلي 4 نقاط. واستبعاد لشوشه احد اهم اللاعبين اللي كان ليهم دور ده أو يعني دور كبير جدا في الاخر 10 دقائق، وده كان الفاول المتعمد الثاني او الخطا التكنيكال، الفاول الثاني هيستبعد من المباراه، هيستبعد من المباراه وقد يؤثر على مشاركته في المباراه القادمه. انت كده عملت ايه؟ انت كده حرمتني. طب يا سيدي انا مش معترض ان انا مش في احسن حالاتي، بس اديني حقي، اديني حقي، قول يا جماعه انا مش طالب حاجه، الحكم صفر فاول متعمد وراح للاي ار اس اللي هو الفار كانه في كره القدم. اولا الفار ده روحه لما اكون شاكك. انا استغربت امبارح كل اللي في الملعب وكل اللي شاهده وكل جمهور النادي الاهلي استغرب انه الحكم راح للاي ار اس، انا اروح لما يكون عندي شك. الكره واضحه للقاسي وداني، كره على حلقه اوتسايد داس على اللاين ولا ما داس، كره بثلاثه ولا اتنين، انا شاكك. انما المباراه كره كل اللي في الملعب والقاسي وداني قال لك الفاول ده فاول متعمد، كان قبليه مصفر على النادي الاهلي واحد زيه، يروح للفار. انا قلت وانا يعني وانا بتفرج على الماتش قلت 100% هياكد ان ده فاول متعمد، لان هو ما فيهاش هزار، ما هي واضحه، صفرها انها فاول عادي، حرم النادي الاهلي من رميتين واستحواذ، وحرم النادي الاهلي من استبعاد لاعب مهم زي يوسف شوشه. امبارح انا ما عنديش مشكله، ولكن اديني حقي. احنا ما بنقولش ان التحكيم يعني وبنهاجم التحكيم، كوره بتضيع مجهود، يعني امبارح انا لو كنت كسبت القدر اللهم شاء فعل، بس لو كنت كسبت مباراه امبارح كنت 1-1 ونتكلم المباراه القادمه، خاصه ان المباراه او المباريات النادي الاهلي سنة يعني مباراة بعد مباراة بيتحسن الأداء مع الجهاز الفني الجديد. ده كان كلامنا عن كرة السلة، خلينا نطلع لفاصل بقى عشان نستقبل طبعا نجماتنا وبطلاتنا، بطلات الذهب، بطلات الكرة الطائرة للسيدات، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. مريم أجيلك قبل ما ناخد بقى إيه وسط الضحك كده، تمام خلصنا تمام؟ تمام. طيب قولي لي بقى إيه موضوع العياط؟ يعني ايه البريشر اللي كان عليكي بالشكل ده؟ يعني كنا اول مره نلعب السيد في ماتش مهم كده نهائي كاس ونوصل للشوط الخامس بالظبط، كم ماتش عايزين نكمل الحلقه انا عايز اقول لكم يا جماعه ان مريم اصلا يعني الاجانب اللي بييجوا المحترفات في الفرقه
مريم لازم بتديهم كورس في الاول، صح الكلام اللي بقوله كده؟ صح، ايوه صح. عايز تديهم كورس وتعمل لهم سيتنج جديد وسوفت وير جديد وتظبط لهم الدنيا عشان يقدروا يتاقلموا مع الوضع. فطبعا كان ماتش مهم، وانا ضيعت السيرف في نقطه مهمه جدا، كان ممكن نخسر الماتش خالص. لا بس فانا ما ضيعتيش كتير، انا حاسس لا يعني السيرف 12 اول جيم خامس وبطوله واول مره نوصل كده مع نادي الصيد ونهائي كاس، وعمرها ما حصلت ان احنا يعني تقريبا خسرنا الكاس مثلا من اكتر من 30 سنه. فان انا ابقى السبب في ده يعني كان حاجه مش سهله يعني. بس بعد بقى الفوز والمكسب والكلام ده كله يعني كان ضغط بقى وطلع في العيال. بس انتوا حسيتوا قد ايه الناس كانت فرحانه ولا لا؟ حسيتوا الناس تابعتكم ازاي؟ شفتوا نسب المشاهده عامله ازاي؟ اكيد بتشوفوا على السوشيال ميديا ده اكيد يعني الناس متابعه، وده برده على فكره انتوا نجحتوا تبنوا الثقه كده يعني، حتى الناس اللي كانت بتتفرج كانت حاسه ان مش هنخسر. لا مش هنخسر يعني، صح يا نرمين انت حاسه بالكلام ده؟ طبعا يعني بعد الماتش لقينا ناس كتير قوي ما كنتش متوقعه ان كل الناس دي تكون بتتفرج يعني والناس متضايقه قوي ان هم عشانهم فينا كبير ان احنا على طول بنكسب يعني 3-0 3-1، فالناس كلها ازاي توصلوا لحاجه زي كده 2-2 وجيب مقفول والكاس كان هيضيع. بس الحمد لله يعني هم واثقين فينا والحمد لله قدرنا. وعايز اقول لك على حاجه، ده الماتش شغال والماتش شغال، ناس بتكتب تعليقات ولا يهمكم حتى لو خسرتوا. يعني والله بجد الاقي التعليقات جايه لا ما يهمش ولا يهمكم حتى لو خسرتوا، فاكيد الموضوع ده اكيد فرق معاكم. هي الفرحه كمان بعدها مختلفه يعني طبعاً. عن كل بطوله عن طبعاً. اي بطوله فعلا كنا كانت فرحه يعني كده من قلبنا. بتهيألي يا ساره يمكن دي اول بطوله ليكي كنت شايله يعني شايله بقوه. ايوه بالظبط، واخده بالك؟ ويمكن دي برضو اخر نقط يعني مهمه كانت في المباراه. ايوه احنا بقى بصوا انتوا طبعا في الملعب مش حاسين، احنا كنا في الاستوديو هنا كنا يعني في معركه عصبيه. طب قولوا لي يعني حضور كابتن محمود الخطيب المباراه يعني بيبقى اكيد دافع معنوي، لما شفتوه في الملعب ايه الوضع؟ يعني فكرتوا ازاي؟ شفتوا ايه؟ هل ده كان دافع ليكوا ولا لا؟ طبعا لا، هو بيكون دعم لينا ودافع لينا ان احنا نعمل اللي احنا نقدر عليه وان احنا نفوز بالماتش. وحتى الماتش الحمد لله يعني كان ماشي كويس. صحيح. وكابتن بيبو يعني كابتن محمود الخطيب كان متواجد من التسخين يعني حتى من قبل ما الماتش ما يبتدي. صحيح. وكان يعني اللي هو عايز يدعمنا، وجه برضه نهائي الدوري كان قبل ما يتوجه مع بعثه كره القدم يعني هو جالنا الماتش حضر الماتش. فطبعا كل ده دعم نفسي لينا ومعنوي ان احنا نعمل اللي احنا نقدر عليه ونفوز يعني. خليني برضو اقول لك انه يعني مش بس الماتشات، انا اعرف انه بيجي كابتن محمود الخطيب التمارين يعني. في اوقات بتتمرنوا في الصاله وتلاقوا كابتن محمود داخل الملعب، صحيح؟ فعلا وبيجي وبيطمن علينا محتاجين حاجه، الفريق ماشي تمام على طول يعني، دايما بيحصل الموضوع ده. دعم اكيد يعني. ويمكن ايه برضو اكيد الدعم كان السنه دي ليك من النادي، مش بس دعم يعني اكيد وقوف النادي جنبك في الاصابه وان انت رجعتي نفسك واحده واحده يعني، اكيد برضو ده كان ليه دور ان انت ترجعي بالشكل ده. اكيد طبعا، من الاول عمليه وبعد كده. كانت انت اول عمليه ايه؟ كانت 2019 تقريبا. 2019 انا فاكر يعني كان بعد اخر اخر 2019. وبعد كده بدات ترجعي وبعدين رجعت تاني لعبت السيزون اللي فات، وبعدين اول ما خلص عملت عمليه تانيه في شهر 10. ده في انكل الرجل صح ولا لا؟ في الركبه. في الركبه. وبعد كده بقى ابتديت انزل يعني، هم حتى في الورق وكده في العمليه خلصوه بسرعه عشان الحق ان انا اعمل عمليه وارجع تاني عشان الحق السيزون. بس وبعد كده بقى ابتديت التاهيل وكده ونزلت من الاول مع النادي يعني الحمد لله. يعني بس انت حضرت الموسم اغلبه يمكن. دي صور ليكي في العمليه. هي مظبوط. يعني برضو ذكريات اليمه بس يعني الحمد لله برضو عشان الناس تعرف دي الشرايح والمسامير. يا خبر ابيض يعني، انا عايز اقول لك ان الحاجات دي ممكن بعد الشر يعني تبطل لعيبه. يعني الحاجات دي ودي طبعا المسامير. يا خبر ابيض، بعد ما شالوها صح؟ ده ايه ده يا جماعه؟ ده ايه المسامير دي؟ دولاب صغير. هو في ايه؟ كانت ايه ده كله؟ دولاب صغير في رجلي، ما اعرفش والله. هو يعني رجلي هو الدكتور قرر ان هو يستعدلها عشان كان عندي قرحه وغضروف، فكان لازم ان انا عشان اقدر اكمل لعب تاني ان هي يستعدلها يعني. انت عانيتي جامد قوي بجد يعني، والله اصابه شديده. وكمان خلي بالك برضو الواحد بيعاني في موضوع الاصابه انه وزنه ما يزيدش طبعا، وانت ما بتقدرش تتحرك، فطبعا بتبقى ماساه كبيره. بس بهنيك ان انت رجعتي بالشكل ده. كتير ربنا يخليك. ويمكن اثاره بقى قولي لي بقى الكاس، انت كنت حاسه هتتفوقي كده؟ يمكن برضو خلي بالك يعني كان في ثقه، انت كنت بتادي بثقه يعني، حاسس ان في ثقه وفي دعم من كابتن حمدي الصافي، وبحس في الملعب ان انت بتشغلي دماغك كتير يعني ما شاء الله، دي حقيقه. الحمد لله. فكنت متوقعه انت هتالقي كده؟ لا يعني كل ده اكيد بفضل ربنا اكيد يعني الحمد لله. بس اكيد كابتن حمدي برضو يعني ما يعني على طول كان بتشجيع كبير قوي، كان اصلا كنت في الشمس
وجيت الاهلي كان على طول ان انا بحاول ان انا ابقى قد يعني الثقه اللي كابتن حمدي واثقها فيا دي، يعني عايزه اثبت له اكتر ويعني العب كويس اكتر في الملعب. صحيح. بس يعني الحمد لله لحد دلوقتي. بس انت لفتي نظر الجمهور كله وكل عارف اسمك. والله ربنا دي بدايه كويسه ليك ان شاء الله. انت طبعا من زمان نجمه، بس طبعا دي زي ما تقولي قدمتي ورقه اعتمادك للجمهور خلاص. يعني بعد كده الجمهور هيسال عليك انت فين. يمكن نرمين برده زي ما انت تعرضتي لصعوبات، نرمين اتعرضت اكيد يعني وجودك بعيدك عن بعدك عن النادي سنه، خلي بالك برده اللي بيسيب النادي عشان يرجع له تاني نتكلم بكل صراحه يعني. اه بالظبط. لا بتبقى الموضوع ما كانش سهل خالص يعني. طب انت كان عندك التحدي ده ولا قلت جيجي ولا ما جاش ولا كنت حابه؟ كان عندي. انا اصلا ما كنتش عمري اتخيل، انا يعني طول عمري بلعب في النادي بقالي 15 سنه، عمري ما فكرت خالص ان انا اطلع نادي تاني يعني. فلما رحت سبورتنج وكده ما كنتش عارفه هرجع ولا مش هرجع او الدنيا هتمشي ازاي وكده، بس الحمد لله عملت معاهم موسم كويس قوي. صحيح. فبعد كده لما يعني اتبسطت ان احنا خدت اكيد خطوه ان انا ارجع تاني الاهلي وكده، يعني كان تحدي بس الحمد لله. ما انا بقول لك هو تحدي بيكون ايه، ان انت مش بس عايز تعمل قدام النادي الاهلي ماتشات كويسه، لا ده انت عايز تعمل موسم كله كويس. انا صعب يعني. انا اصلا كان حظي كمان السيزون اللي فات مع سبورتنج اول ماتش الاهلي في الاهلي انا قلت مش هروح. يعني عمري ما كنت اتخيل ان عمرنا اصلا يعني طول حياتنا عمرنا ما بنلعب سبورتنج في الاول كده. فانا اصلا كنت مره قاعده بهزر معاهم بقول لهم يا جماعه تخيلوا بقى نلعب الاهلي في الاهلي اول ماتش. فالقرعه اتعملت والجدول نزل فلقيت الاهلي في الاهلي، ما كنتش عارفه انام يعني. جايين بقى كنت قاعده في اسكندريه فجاي معاهم القاهره وكده عشان نلعب الاهلي، مش عارفه. بس اقول لك يا نرمين انا حاسس ان انت يعني قويه، يعني بحسك في الملعب ليك شخصيتك قويه، يعني بحس ان ليكي اراده. انا بحس كده معرفش بقى. بص هما ضحكوا واضح بقى. واضح ان كل كلامي ولا ايه ولا صح؟ حضرتك كده قفت قومني جنب ميتو بس والله كويسين، بس انا مش عارف ان هو جنبه يعني. بعد كده يا جماعه خلي بالكم ان شاء الله في البطوله الجايه كتير، فمريم ونرمين ما يقعدوش. وخلي بالك انتوا الاثنين مركز واحد برضه. كنا قاعدين مع بعض في الاوضه يعني، في حاجه غريبه كمان في الاوضه وكمان في القعده في الاستوديو بالصدفه جدا جنب بعض. طب يا جماعه بعد اذنكم خلي بالكم يا جماعه عشان بس ايه يعني احنا مش قادرين نتكلم. طب قولي لي لما نرمين راحت بقى انت زعلتي يا مري؟ يعني مين راحت؟ دي اختي كلنا. دي اول واحده. دي اختي ميتو. دي كان عيد ميلادي، كان اول عيد ميلاد ليا هناك، كان اول ما رحت سبورتنج باسبوع. ما كلمتكيش؟ لا جات لي اسكندريه من غير ما تقول لي. والله اسكندريه. كنت في التمرين، كانت اول تمرينه ولقيتها داخله عليا النادي. والله مع اي حته. لا كلهم والله كانوا بيجوا لي اصلا وقعدوا عندي وكده. كلكم رحتوا لها؟ كلهم جوا لي. دي حلوه جدا يعني. يعني دي برده حتى يعني هونت عليك ان انت كتير والله. وحسيت ان انت مع فرقتك لسه على طول. وعلى فكره عايز اقول لك الجهاز الفني بياخد ده في الاعتبار. يعني اكيد كابتن حمدي صافي مش صغير وعارف هو بيعمل ايه، فلما يلاقي حد الفرقه لسه متلمه حواليه وادت اداء كويس يبقى لازم ترجع. بس احنا بنهنيك على المستوى، بنهنيك ان انت بتعملي كده طبيعي. ميرسي يا كابتن هيثم. طب وليه يا مريم بقى يعني بيبقى في حاجات طريفه كده، بس عايزك بقى تجمعي نفسك كده احكي لي الحاجات الطريفه اللي حصلت في ماتش الصيد الاخراني. على البنش حركه، حاجه اتقالت مع الجهاز الفني، حد عمل حاجه، احكي لي. لا هو بص على فكره كلهم بيبصوا لك وبيضحكوا، هو في حاجه حصلت؟ لا هو ما كانش في اي حاجه طريفه في الماتش خالص. لا ساره بصي ساره الماتش نفسه كان طريف والله يعني. طب لا هو احنا قبل الماتش كنا فرحانين قوي ان احنا خلاص النهارده اخر يوم في السيزون ومبسوطين وماشيين نقول اخر يوم في السيزون واخر ماتش وكده. لا مذاكره بتاعت اليوم. فالاسانسير هيتقل بينا واحنا بعد الغداء. قلت لهم يا جماعه تخيلوا بعد الفرحه اللي احنا فيها دي يعني ننزل الماتش نبقى يعني قبل الماتش كده. قبل الماتش الاسانسير هيتقل. يعني كنا يعني من الفرحه يعني. يا رب. بس ده كانت مؤشره كويسه يعني حلوه بس. نعم. الحمد لله يعني كسبنا 3-2 يعني. الحمد لله. يعني دي برضو حاجه، دي اطرف حاجه يعني الصراحه ان احنا وصلنا لل. طب خلينا يعني نطلع التقرير كده عملناه عن طبعا انجازات الفريق. اعزائي المشاهدين شوفوا التقرير ده وارجع لحضراتكم. احنا بنرغي ابدا وانت اسكتي. نجح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الكابتن حمدي الصافي في الاحتفاظ بلقبي الدوري الممتاز وكأس مصر بعد أن توج الفريق الذي يلقب بفتيات الذهب بالبطولتين في أقل من شهر. وحصل المارد الأحمر على لقب الدوري بعد أن فاز بكل لقاءاته في البطولة ذهابا وإيابا محققا العلامة الكاملة بحصد 66 نقطة من 22 مباراة. ولم يخسر الفريق في رحلته سوى 3 أشواط، وكانت بمعدل شوط في كل مباراة أمام كل من الزمالك والشمس والصيد، قبل أن يغلق الفريق صفحة التتويج بالدوري ويبدأ في الإعداد لحصد كأس مصر.
واستهل الشياطين الحمر لقاءاتهم في البطولة بالفوز على الطيران بنتيجة 3-0 في ثمن نهائي البطولة، قبل أن ينسحب فريقا 6 أكتوبر وأصحاب الجياد من دور الثمانية ليواجه الأهلي نظيره سبورتينج السكندري في نصف النهائي ويفوز عليه بثلاثية نظيفة. ويختتم النسر الأهلوي رحلته في كأس مصر بالفوز على نادي الصيد والذي قدم مستوى مميز واستطاع الفوز بشوطين أمام العملاق الأهلوي قبل أن تنجح خبرة لاعبات الأهلي في حسم اللقاء لصالح آنسات القلعة الحمراء. ويفتخر الجمهور الأهلوي بوجود أسطورة حية داخل ملاعب الكرة الطائرة النسائية وهي نهلة سامح والتي حصدت رفقة المارد الأحمر 47 بطولة بواقع 18 بطولة دوري ممتاز ومثلهم لكأس مصر وست بطولات إفريقية وخمس بطولات عربية، وتطمح لتعزيز هذا الرقم خلال قادم السنوات. أهلا بحضراتكم من جديد، بس أنا عايز أقول لكم على بعض الأرقام. مثلا الموسم ده الفريق لعب 22 مباراة في الدوري ما خسرش ولا مباراة، لعب 3 في الكاس طبعا ما خسرش لأنه حامل اللقب أو يعني حصد اللقب، وخسر في كل الدوري والكاس 5 أشواط فقط، 3 في الدوري و2 في الكاس. 2 في الكاس طبعا كان قدام نادي الصيد في المباراة الأخيرة، و3 أشواط فقط في موسم في 22 مباراة، شوط قدام الشمس وشوط قدام الزمالك وشوط قدام الصيد. مذاكر صح؟ صح كده. طب انا عايز اسالك برضو بالذات، يعني انت ما شاء الله تاريخ عريض وبيبقى صعب جدا الواحد يتحدى نفسه، يعني انت دلوقتي بتبقى طالب تخش الموسم ما خسرش ماتش ما خسرش شوط، بيبقى الموضوع صعب وفي ظل وجود مجموعه كبيره جدا من اللاعبات، كل سنه بتجددوا الدافع ازاي؟ يعني احنا يعتبر من زمان احنا كنا بنتعاقب على الشوط اللي بنخسره، يعني احنا متطبقين كده من واحنا صغيرين في الاهلي ان الماتش اللي بنخسر فيه شوط احنا كنا ممكن بنفضل متعاقبين بعديها 10 ايام او حاجه بسبب الشوط اللي خسرناه في اي ماتش فعلا. يعني حتى الماتشات النهائي احنا يعني كان بالنسبه لنا ان احنا لازم ندخل نكسبه 3-0، يعني ده هدف لينا لو مش مثلا خساره ماتش او مكسب، لا بالعكس بالشوط. يعني احنا الماتش اللي بنخسر فيه شوط ده بتبقى مشكله بالنسبه لنا، ممكن نبقى كسبانين الماتش بس خارجين مش مبسوطين يعني بكده، فاحنا تعودنا على كده من واحنا صغيرين في النادي الاهلي. يعني انا لو باصص المكسب ماتش ممكن اخسر شوطين بالظبط، عشان كده يعني احنا في ماتش السيد لما بقينا 2-2 في بطوله محليه يعني احنا ابتدينا نقلق من الموضوع شويه، اللي هو ايه اللي بيحصل لو احنا مش متعودين على كده. طبعا بطولات افريقيا في بطولات كان كل الماتشات بتبقى 3-2 بس مش متعودين على كده محليا، بالذات ان احنا كنا متقدمين يعني 2-0. صحيح. طب انت حسيتي في اي وقت من الوقتات او الاوقات المباراه بامانه حسيتوا ان الماتش ممكن يروح؟ حسيت. طبعا حسيت يا ساره. ايوه اكيد حسيت ان ممكن يروح. طب نرمين كل شويه في الجيم الخامس جيم بوينت تروح لهم، يبقى هم مثلا ليدنج بوينت وسيرف معاهم، فاقول هنخسر وابص النهله جنبي الاقي نهله نايمه على وشها كله بلاينا ثانيه واحده اديني وقت بس. هي نهله يعني كانت متوتره قوي في وقت انا وهي كنا بره مع بعض، يعني هي ما كانتش عارفه تتفرج، ما كانتش بتتفرج على الماتش، يعني هي كان في لوحه الاعلانات هي قاعده وراها وبتبص من الجنب مش قادره متوتر مش قادره متوتر ما تبصش، واقول لها امي خدنا نقطه فتبص فنرجع ايكوال كده يعني. بس هو بصراحة يعني الصيد فاجئونا يعني بأمانة، يعني أنا بحييهم بأمانة كذا مرة يعني مرة وتكرارا الصيد فاجئونا وأدائهم كان كويس يعني غريبة يعني واخد بالك إزاي، بس دي طبعا حاجة كويسة يعني خلونا نستمتع بالماتش وخلونا حتى نشوف فولي بول كويس. بس خليني أقول طيب أنتوا يعني الفرقة، وطبعا أكيد يعني زملاء بيبلغوني الفوز بقى ليه طعم، بس خليني أقول إنه الفرقة عندنا فيها 3 أجيال او يمكن ممكن اكتر كمان، يعني هتلاقي فيه تدرج في الاجيال واكيد ده بيبقى فيه عندك يعني زي ما بقول مدارس مختلفه، في جيل طالع مثلا بيبقى مثلا مور باور، في جيل بس بيبقى خبره بيبقى فيه تفكير. برضو عايز اخد رايك برضو نهلة في القصه دي، يعني انتوا ازاي بتخشوا جوه بعض، ازاي الفرقه تحتضن الصغير، ازاي بتتعاملوا مع الكبير عشان نشوف ان الفوز ده ما بيجيش من السهل. لا طبعا يعني هو الحمد لله كمان يعني اللعيبه الصغيره او الكبيره في احترام ما بينهم، فما بنقابلش مشكلة كمان من الصغير اللي طالع بيبقى متعود على النظام اللي احنا ماشيين عليه في النادي الاهلي، اذا كان في اي فرقة في النادي الاهلي كلنا ماشيين على نظام الالتزام. مريم ما بتبوظلكش نظام؟ لا مريم لا مريم لا. طب مين اكتر، طب بامانة مين اكتر واحد بيبوظلكم النظام بامانة؟ يعني مش يعني بهزار يعني مش
مريم برضو وصلنا لا 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 والله بحاول ما اضحكش لا 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 بصراحه لا يعني كلهم كويسين. في طبعا حاجات كده يعني في بتبقى في حاجات بسيطه يعني مش 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 مشاكل يعني مش بتبقى حاجات بسيطه مثلا على على مثلا تاخير على الغدا مثلا تاخير ربع ساعه في شوت التموين مثلا لا لا صح فعلا شوت التموين مثلا نبقى متفقين على لون معين ممكن الاقي حد جاي مين بقى اللي بيجيب لون مختلف شو شو بتيجي لون مختلف كل طب بتنسى ولا لا هي بتنسى, بتنسى. يعني هي لما بتشوف الفرقه كلها مثلا لابسه احمر هي جايه لابسه اسود ففي حاجه غريبه وايه وصايا ملتزمين جدا. جه قبل ماتش الفاينل في المعسكر جماعه تيشيرت كانت حمرا فجاه هما الاثنين برضو جايين لابسين اسود ايه يا جماعه مش اظن لو جم ملتزمين تلاقي الحاجات دي بتشد يعني بتشدني شويه اللي هو ليه ببقى يعني محرصه قبلها كتير يا جماعه لو جم ملتزمين تلاقي بس خليني برضو اقول حاجه يعني برضو كان غياب فريده اسالاني ودي طبعا لقطات من المباراه غياب فريده اللي اسالاني ودعاء الغباشي برضو اكيد ده كان قرار من الجهاز الفني يدعم بيه المنتخب ومش عايز يوقف الموسم بس انتوا كلاعيبه شفتوا ده ازاي يعني مثلا ساره شفت ازاي غياب فريده ودعاء هما طبعا ليهم دور في الفرقه كبير قوي بيتمرنوا معانا من اول يوم يعني بيبقى اللي هو يصعب علينا بقى ان هو هما ما يلعبوش معانا في الماتشات الاخيره دي هما اكيد بيحسوا نفس الاحساس ده اللي هو احنا بنتمرن على طول وكده طب انتوا ما قلقتوش مثلا ايه ان مثلا ممكن ما يبقوش موجودين وخاصه هما الاثنين مؤثرين ولاعيبه دوليين يعني ما قلقتيش ايه ما قلتيش لا ولا كنت عندي ثقه في الفرقه ان الفرقه تكمل لا كان عندي بصراحه يعني اكيد وجودهم كان هيبقى برده مفيد لينا بس كان عندي ثقه في فرقتنا يعني احنا كلنا الحمد لله بجد كويسين اي حد بينزل بيبقى قد التيشيرت والتمرين وكلنا بنتمرن زي بعض فيعني اي حتى اللي نزل يعني في الماتشين الاخرانيين هو ادى دوره اكتر ما حتى اي حد يطلب منه فلا يعني انا حاسه ان احنا الحمد لله حتى اللي نزل عوض يعني غيابهم الحمد لله طب يعني كان نفسكم مثلا اكيد تشاركوا في بطولة افريقيا بس اكيد موضوع كورونا كنت حاسين لو رحنا كنا هنكسب اكيد يعني انا كنت حاسه بصراحه انا كنت بتفرج على الماتشات هناك في البطوله كنت حاسه ان احنا لا لو رحنا كنا ممكن نكسب يعني كان الموضوع هيبقى يعني كما بيننا وما بين كارتاج زي كل سنه بس اللي خدها السنه دي كارتاج صح؟ وكنت حاسه ان الفاينل مع مين؟ انا مش فاكر صفاقس صفاقس فرقتين تونسيه فكنت حاسه ان الموضوع لا كان ممكن يبقى ان احنا ناخدها دي حاجه ممكنه قوي السنه الجايه ان شاء الله تيجي ونستضيفها عندنا وتبقى الايام بقى قوي برضه انت تابعت البطوله نرمين ولا لا؟ بطوله افريقيا؟ اتفرجت عليها واتفرجت على الفاينل واكيد لو كنا رحنا يعني كنا كسبنا بس ما فيش نصيب يعني بس هو ان شاء الله يعني هو المشكله ان افريقيا يعني خليني اقول لكم ان انا يعني ان شاء الله عندي ثقه بس انا نفسي ان احنا نشارك بطوله عالم يعني نفسي يعني الفرقه تروح بطوله عالم ممكن مع 2-3 اجانب يجوا مع دعم النادي يبقى لينا شكل في بطوله العالم لان الحقيقه انتوا تستحقوا ده ارقام محليه وعربيه وافريقيه اكيد يعني بالتالي برضو عايز اخد رايك يا مريم يعني نفسك تروح بطوله عالم خلي بالك الايام بتعدي والسنين فالواحد بيبقى نفسه وهو بيلعب وهو في عزه انه يشارك اكيد هو احنا طول عمرنا لما يعني نهله وجيل نهله ونرمين وكده لما بيكسبوا افريقيا كان بيبقى دايما في بطوله عالم انديه لا بس افريقيا للاسف ما بيروحوش يعني ما هم يعني على ايامهم كان هم في اوريدي احنا بقى فجاه ما اتلغت ما بقاش لينا يعني بس انا عرفت ان حتى لما كانت فيها كابتن نهله بيتهيألي او نرمين برضو تصحح لي المعلومه لو صح انه ما كانش بيبعتوا فرقه من افريقيا بيقولوا ان تصنيف ابتدى من 2015 الكلام ده صح حصل يعني اخر فرقه راحت كانت 2014 هي كان من قبلها كان ما فيش بطل افريقيا ما يمثلش يروح. يعني ما يروحش بس ساعتها بطل افريقيا ساعتها كان فريق الجزائر الجي اس بي ساعتها يعني راح بدعوه من الاتحاد الدولي وايت كارد بعد كده لا خلاص ما فيش اكيد ادوا اداء مش كويس فطبعا قال لك لا الفرق اوروبا اقوى فمن حق توصل وتبقى الدعايه والاعلانات والحاجات دي كلها ليها بس اكيد اكيد نتمنى نشارك يعني اكيد طبعا طب قولي لي يعني برضو اثناء المباراه لما كان بيبقى في تايم اوت مثلا كابتن حمدي الصافي بيبقى في كلام بينكم يعني التوجيهات كانت ايه؟ انا بتكلم على الماتش الاخراني لان الماتش الاخراني ده هو اللي طلع فجر الطاقات اللي جواكم وفجر ان احنا فرقه جامده وتقدر تكسب حتى في ظروف واحنا مش موفقين قوي وفرقه ثانيه متوفقه كان مثلا كابتن حمدي كان بيقول يعني مثلا كان قال لكم ايه؟ كابتن حمدي هادي قوي يعني الماتش انتنشن قوي بس كابتن حمدي هادي يعني بالراحه وهتجيبه والعبوا ارسال مثلا في كذا بس يعني هو مش متنشن ومش بيزعق يعني حتى بعد الماتش لما عملنا معاه لقاء كان مبتسم وكان حاسس ان هو هيكسب يعني ما كنتش قلقان
بس برضو احنا لا احنا ما كناش قايلين ده كنا ميتين بس هو يعني هو وكنا حاسين انه فيه هدوء غريب جدا عنده يعني ما يعني هو في التايم اوت قوي ما كان بيهديك بالعكس يعني ما كانش لا هو مش بيزعق خالص هو عنده ثبات انفعالي فظيع ما شاء الله ما شاء الله بجد لا هو فعلا طول الماتش ما زعقش يعني احنا نفسنا كنا جوه مش عارفين نعمل مش عارفين احنا بنعمل ايه هو فعلا ما كانش بيزعق وكان واثق فينا ان احنا هنكسب حتى السكور كان بيروح بجد هو برضو واثق ان احنا هنكسب انت عارف هو قال ايه بعد اللقاء يمكن انت ما سمعتوهوش قال احنا صعبنا المباراه على نفسنا صح الكلام ده مريم دي حقيقه طب ليه عشان احنا كنا ماشيين 2-0 والجيم ماشي يعني وان سايد جيم لينا من بدري نفس الكلمه كان ماشي وان سايد جيم وكان مننا مشوتها الجيم الثالث ممكن يعني مش استهتار على قد ما هو خلاص اريحيه وبنلعب يعني خلاص كسبانين وكده بس يعني ده درس لينا يعلمنا بعد كده ان احنا خلي بالك استهتار دي مش موجود في الفرقه دي خالص يعني كلمه استهتار ياس او عدم التزام لا هو احساس ان خلاص ضمننا المكسب بس هو الغريب ان يعني انا يعني بقول لك بعيد تاني وبلف على الموضوع نادي الصيد استغل الفرصه يعني خلي ممكن فريق تاني لا استغل الفرصه وكلبشوا فيها وبقوا حريصين على كل نقطه بالرغم ان هو طبعا باحترامنا لنادي الصيد فرق بامكانيات كبير بس يعني كلبشوا في الماتش واستغلوا حسوا بده بس انتوا لميتوا الدنيا ولحقتوا تقعوا يعني حتى الشوط اللي كنا بنخسره مش وان سايد جيم لا كنا بنخسره بعناء يعني هم بيبلغون ان الصيد عنده لعيبه في المنتخبات يعني عنده القماشه اللي يقدر بيها ينافس يعني طب نتكلم على ماتش سبورتنج النور قطع مرتين طبعا يعني الموضوع ده كان بالنسبه لنا كارثه ومره اسانسير والنور فواضح ان يعني كاس مصر كان جاي معانا شويه بس كسبنا برضه موضوع اللعب يقف والنور يقطع ونرجع نلعب تاني اكيد اثر علينا انا خفت نخسر لا هو طبعا الموضوع كان صعب جدا ان احنا كنا يعني كنا خلاص حتى هو لما النور قطع ابتدينا ان احنا ندخل في الجيم وابتدينا نأدي بمستوى كويس والريتم بتاعنا عالي يعني احنا في اول جيم كان الستارت وحش جدا كان يمكن وصلوا دبل سكور ليهم صحيح يعني احنا رجعنا للجيم وخدناه وأدينا بشكل كويس والجيم الثاني بالظبط طالعين فان النور قطع ده كان ليهم هم احسن ان احنا هدينا طبعا. شويه بردنا مصلحه اللي بيخسر اللي طبعا. هو وقف اللعب كانه وقف اللعب يعني فطبعا كان احسن لهم وانه قطع فتره طويله اول مره لدرجه ان احنا بعديها كان لازم نسخن من اول وجديد تاني عشان نرجع جمعت الفرقه بالزبط. انا خدت بالي لان كانت الكاميرا موجوده جمعت الفرقه وكل بدا يسخن تاني وبدا يلتزم وبداتوا تاخدوا يعني تقسموا بعض كرانر في الملعب فالموضوع كان صعب بس اثر لان احنا كنا ممكن نخلص الماتش بدري حصل كم نقطه خسرناها في الاخر في الشوط يعني الاخير فعلا كان يعني الجيم يعتبر اتقفل شويه بسبب طبعا انه قاعد يقطع ويجي يعني زي مش بنخسر تركيزنا بس بيوقف اللعب يعني او بنبرد يعني بيوقف التركيز بنبقى محتاجين كم نقطه تاني عشان نرجع نسخن تاني من الاول صحيح ويمكن ساره برضه عايز اسالك على موضوع كورونا يعني اللعيبه الناس فاكره ان اللعيبه بتروح ومتامنه تمام لا احنا انت عرضه ان يجي لك كورونا كنتوا بتعملوا ايه عشان تحافظوا على نفسكم وانتوا راجعين من السفر عشان اهاليكم كمان ما انت ممكن احنا رياضيين ان شاء الله ما فيش باذن الله ممكن يبقى تاثير جامد بس كنتوا بتعملوا ايه بتعاملوا ازاي كنا بنعمل ايه جماعه انا وميتو اصلا جالنا كورونا انا ومارين جالنا كورونا مع بعض مين عدا مين انا انت عادتيها طيب وهو كانت يعني ده كان قبل ماتش ولا ايه طب عرفته ازاي يعني احكي لي تفاصيل قولي له بقى عرفتي ازاي لا قوله لا ما فيش كده خالص يعني ما قلتيش هتبتدي اشرب من البيبسي انا بقول لحضرتك الحكايه لا انت تعبتي الاول صح انا الاول تمام انا الاول كان عندي مزق في سمنتي قعدت 3 اسابيع تمام بعد كده خلاص اهلت ونزلت اسبوع هو في الاسبوع ده جالي كورونا لا ايه 3 اسابيع انت كنت ايه بتقولي 3 اسابيع 3 اسابيع كان عندي مزق في سمنتي تمام ونزلت اصابه وخلاص بقى رجعت هو اسبوع بعد مثلا ربع يوم سخنت في يوم يعني سخنت و مش لا استني ما مش كان تمارين ولا كان ماتشات؟ كان تمارين كان تمارين بس لعبت ماتش وانا عندي كورونا وانا معاك ممتاز فبعد كده سخنت وجسمي كسر بس انا برضو مش حاسه ان انا جيلي كورونا مش عارفه ليه الثقه دي فقعده معاهم في التمرين رحت التمرين كده بقول لهم يا جماعه النهارده درجه حرارتي تقريبا كانت 39 فانا اهلي وميتو بصوا لي امي روحي قلت لهم لا يا جماعه خلاص انا حاسه ان انا بقيت احسن ثاني يوم ما كانش عندي يعني برد عادي بعد كده هو عادي شم وتذوق ابتدى بقى يروح على خفيف كنت مع ساره بجيب عصير وكده فبشرب بعد التمرين بقول لها
ايه ده يا ساره العصير ده ملوش طعم الحصار؟ بس قالت لي لا لا مفيش حاجه برضه مش عايزين لا مفيش حاجه والله. قلت لها طيب تمام. بعد كده جيت تاني يوم برضه شافها مصممه قوي. تاني يوم بقى كان عندنا كنا بنعمل حاجه في المركز الاعلامي في النادي عشان رمضان. فكنت انا وميتو طالعين برضه مع بعض وخلصنا وكنا المفروض رايحين ناكل يعني، وكانت معانا فريده العسقلاني واحده صاحبتنا كمان، وقاعدين بناكل. انا دقت كل الاكل ومش حاسه بطعمه كله، مكسوفه اقول لهم كان في بقى بيبسي بس ما كانش في حراره. لا لا هي جت في الاول ومشي. في بقى بيبسي حاطين شاليمو ميتو تشرب وانا كنت عامله نفسي الله ده البيبسي جميل جدا. عايزه اقول لك فتاني يمكن عندنا ماتش ومش عايز انا مكسوفه اقول لهم طب دوقي كده. لا وانا ابتدوا يسالوني مثلا هم جايبين حاجه جديده فيديو اقول لهم تحفه وانا اصلا مش عارفه دي ايه خالص. فبعد بس الاكل النهارده كان حلو صراحه. وفريده تشرب بقى مش شاليمو، انا عايزه اقول لهم يا جماعه خلاص ما كفايه الشاليمو. بعديها بقى تاني مريم تعالي كان عندنا بقى ماتش. حسيت بقى اللي هو انا مش هينفع اعمل كده بقى لازم اقول لهم. فبعت الكابتن حمدي قلت له كابتن حمدي انا تعبانه تقريبا حاسه بكده بكل الاعراض جات لي، فهعمل بي سي ار واشوف. فعملتها وطلعت بوزيتيف. فميتو قالت انا حاسه ان انا عندي كورونا. قلت لها الشاليمو اللي راح الجاي انا بقى رحت الماتش، هي ما راحتش الماتش، انا رحت الماتش. فهم رشوا كحول واحنا قاعدين كده كل واحد اف. انا قلت لهم ايه يا جماعه ملوش شغل. فقمت قلت اما اروح احصل. رحت مكلمه طبعا ان مين هو انت كنت مش شامه قوي ولا نص نص. عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا معذورين يعني كل واحده خلاص بقى اتعزلنا وكده. ال 12 او ال 13 يوم اللي قاعدين انا وهي بنكلم بعض بقى فيس تايم، ها رجعت لك النهارده الشمس؟ طب انت التذوق ايه؟ بس هو بيبقى خوف على الاهل يعني. الرياضيين بيبقى ان شاء الله ما فيش مشكله، واغلبنا خد كورونا والحمد لله خف، بس بيبقى الواحد بيبقى خايف على الاهل. بس ده صعب، ده جزء من الصعاب، ويعني اكيد ده بقى جزء من حياتنا، وان شاء الله يا رب يعني يا رب ان شاء الله نخلص منه خلاص هذا الفيروس اللعين يعني. ان شاء الله. طبعا بشكركم اهلا، بشكرك نورتيني وشرفتيني. خلي بالك احنا طبعا هنشكركم بس انتوا قاعدين معانا ومكملين، لان في طقوس كده لينا بنعملها في اخر الحلقه. ساره نورتيني وشرفتيني. ميرسي ربنا يخليك. ايه بجد نورتيني وشرفتيني. نرمين يعني بجد سعيد بيكي النهارده جدا. ميرسي ربنا يخليك. مريم يعني سعيد بيكي، بس في المره الثانيه بقى خلصي ضحك كله بره. بشكركم يا جماعه، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل عشان نستقبل كمان نجمتنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين طبعا سهرتنا الخاصه النهارده مع ذهباء او فتيات الذهب، طبعا حاملات لقب الدوري والكاس. مركز الليبرو مركز مهم جدا في النادي الاهلي سواء في الرجال او السيدات، ومستقبله كمان مهم. النهارده بنرحب بسلمى سعد ليبرو النادي الاهلي واحد الناشئات المساعدات للفريق. اهلا بيك يا سلمى. اهلا بحضرتك. انا ما غلطتش في حاجه، كله في امان ومتسيطر عليه البوزيشن ده. كله تمام اكيد. ومعانا طبعا منورنا في الاستوديو احد اللاعبات طبعا البرازيليات اللي انضمت للفرقه في بدايه الموسم، معانا ناتاليا فرنانديز. اهلا بيك. استمتعت فيليس جسركي. هي سعيده جدا لوجودها بالنادي الاهلي وبتشكر ربنا على انها موجوده في النادي الاهلي. طبعا برحب بسهيله وفيق، طبعا نجمه النادي الاهلي اللي بتلعب في الجامعات في امريكا، وجت في اجازتها وما ريحتش زي ما بيقولوا، جت مع فريقها وكان ليها دور كبير. اهلا بيك يا سهيله. اهلا بحضرتك، منورانا ومبارك لك على مستواك الرائع اللي اديتيه. شكرا مصر. شكرا قوي لحضرتك. الله يخليك. وطبعا احد اللاعبات المهمين اللي كانوا برضو ليهم دور كبير جدا كليبرو، كان في الاستقبال ليها دور كبير سواء في الدوري او الكاس، مباراه طبعا نادي الصيد، معانا ندى وليد. اهلا بيك يا ندى. اهلا بحضرتك كابتن هيثم. منورانا، وطبعا ببارك لك اكيد على المستوى الرائع اللي انت اديتيه، وكنت طبعا احد العناصر المهمه في الفريق. الله يبارك في حضرتك. شكرا. سلمى اجيلك في البدايه، طبعا تلعبي مع فريق زي ده وفي النجوم دي وفي الاسامي ده بموضوع صعب، واكيد عشان كابتن حمدي يختارك ويصعدك مع الفرقه يبقى اكيد انت كويسه، شايفه الثقه دي ازاي؟
طبعا ثقه كبيره جدا كابتن حمدي بيحطها يعني على الواحد، فطبعا بتبقى حمل كبير ان يعني لازم تكون قد المسؤوليه دي. انا ده تاني موسم ليا، يعني قبل كده كنت بتصعد، ده تاني موسم ليا، فكده يعني 2 دوري و2 كاس، فطبعا ثقه كابتن حمدي لازم الواحد بتحط عليه لود انه لازم يبذل اقصى ما عنده، لازم ينزل يبقى قد المسؤوليه. والحمد لله يعني الحمد لله احنا عرفنا نحقق يعني المسؤوليه دي. طيب صعودك وانت صغيره فبدات العداد يحسب بطولات، يعني نهله ما شاء الله لما طلعت صغيره و47 بطوله عشان طلعت في سنك ما شاء الله، فانت بقالك ثاني سنه هو العداد بيحسب. فده انت يعني عندك طموحات ان انت توصلي زي نهله، كابتن نهله؟ طبعا كابتن نهله يعني نموذج لينا كلنا، يعني كابتن فريق، شخصيه، حد يعتمد عليه فعلا بره الملعب وجوه الملعب، فطبعا يعني هي نموذج لينا كلنا. يعني انا سعيد بكلامك وحاسس من كلامك ان انت شخصيه يعني ليها مستقبل ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخلي حضرتك. ناتاليا، يمكن احكي لنا قصه انضمامك للنادي الاهلي. Como las meninas. Sí, sí, como has venido acá para y la oportunidad para ti para estar acá en el Ahli. Estoy muy feliz de poder estar jugando en la equipo de Ahli. Es una equipo muy grande para mí. سعيدة جدا بانضمامها للنادي الأهلي وتعتبرها فرصة كبيرة وعظيمة لوجودها داخل النادي الأهلي. Estoy muy feliz de poder estar aquí. وسعيدة جدا لوجودها في مصر وتتمنى أن تستمر. É uma grande oportunidade para mim. وهي دي وتعتبر فرصة عظيمة بالنسبة لها. Estou muito feliz de nós meninas conquistarmos o título da Copa. وسعيدة جدا لتواجدها ووجودها داخل هذا الكيان الكبير. طيب أنا عايز أسألها يعني بداية من أول ما وكيل أعمالك. الكير لما بدأ وكيل أعمالك يكلمك ويطلب منك مثلا إن جاي لك فرصة إن أنت تنضمي للنادي الأهلي. هل دخلتي مثلا شفتي النادي الاهلي مين، او ولا كنت عارفه من البدايه مين هو النادي الاهلي؟ para mim foi muito muito importante porque كانت بالتاكيد فرصه عظيمه وكبيره عندما تحدث مع وكيل اعمالها عن انضمامها للنادي الاهلي. Porque eu procurei saber sobre o Ahli e vi que era um clube muito grandioso. سمعت كثيرا عن النادي الاهلي وهو نادي عظيم وكبير ومعروف. As meninas também sempre ganhavam os títulos. Então estou muito feliz de poder estar aqui. سمعت وقرات وشاهدت الالقاب الكبيره للنادي الاهلي فكانت بالنسبه لها فرصه عظيمه ان تكون موجوده في هذا الكيان. طب انت سعيده باحراز اللقب بالدوري والكاس، يعني حسيتي ان انت حققتي ما قدمتي من اجله؟ Estou muito feliz de poder ter ganhado o título. بالتأكيد هي سعيدة جدا لحصولها على الدوري والكاس وشيء كبير ويسعدها. Eu entendo, mas minha família está muito contente também. وحتى عائلتها في البرازيل سعيدة جدا بحصولها على هذه البطولات. وسعيدة أيضا بتواجدها مع زميلاتها في الفريق وسعادتهم بحصول بطولة الدوري والكأس. واحنا بنبارك لك طبعا أكيد وبنشكرك على أدائك مع الفرقة. Muchas gracias. شكرا. I love you so much, the fans, the Ahli Club. وطبعا بتعبر عن سعادتها وحبها للنادي الاهلي. سهيلة، جي لك يمكن قرار سفرك كان قرار يعني غريب شويه، انت عارفه ان احنا في مصر يمكن اللاعبات عشان سفرهم بره بيبقى فيه شويه، انت عارف احنا مجتمع شرقي مش هنضحك على بعض يعني. ايوه. فطبعا بيكون سفر ان يعني اللاعبه او البنت تسافر بره في مجتمع غربي هتعيش لوحدها. حقيقة. قرار كان صعب. القرار كان صعب قوي حتى على اهلي، يعني الموضوع في البيت خد مننا فتره علشان يقتنعوا ان انا بنت وان انا هسافر لوحدي، وان كمان ساعه الكوفيد دوت ما رضيوش يدوا لوالدتي الفيزا في امريكا، فكنت خلاص هو قرار يا اما اسافر لوحدي يا اما هقعد في مصر. بس بصراحه اهلي ما اعترضوش خالص. يعني طب انا عارف انت مرتبطه جدا بوالدتك واختك. حقيقه. فيعني طب ازاي يعني قالوا لك ايه؟ انا لو مكانهم مش هوافق. اقول لك بصراحه
هم كانوا شايفين ان انا بتعب قوي وكانوا شايفين ان انا بتعبي ده ممكن اقدر اعمل حاجه بره. يعني ماما في الاول قالت لي لا انا هقف معاكي ومفيش مشكله، واول لما جه بقى الموضوع يقلب جد قالت لي لا مش هتسافري. وقعدت تعيط بقى والقصه دي. كان حوار عندنا في البيت. طب انت مامتك طبعا اكيد ما سافرتش كورونا والدنيا كانت مقفوله ولوك داون في امريكا. فما سافرتيش. كنت بتتكلموا على بقى اكيد السكايب وال الفيس تايم على طول. على طول الفيس تايم طبعا. كل يوم كل ساعه. طيب قولي لي يعني انت عملتي في التقرير كنا سجلناه معاكي خدتي احسن سيرف في الـ في الـ في الـ في الكونفرنس اللي انت بتلعبي فيه. دي حقيقة. والسنه الجايه احتمال تلعبوا في الان سي دبليو اي، الكلام ده صح؟ ان شاء الله. طيب اتاهلتوا ولا لسه ما اتاهلتوش؟ لسه ما اتاهلناش، لسه في بطوله ثانيه هندخلها ولو ان شاء الله كسبناها هنتاهل الان سي دبليو اي. بس انتوا السنه دي ممكن عملتي فرق مع جامعتك. دي حقيقة. لان هم ما كانوش عملوا الانجاز ده من 12 سنه، انا سمعت التقرير. دي من 2012. الموضوع ده من 2012. 2012 طب 9 سنين. ولما رحتي فرقتي معاهم. ودي لقطات ليكي طبعا سهيله مجمعينها يعني. بس لما طيب خلاص خلص رحنا لعبنا كسبنا. أيوة. تمام راجعين مصر. اللي بيرجع من الاجازه من بره بيبقى عايز يريح حقيقه. طب انت يعني ليه عملتي كلمتي كابتن حمدي طول وانا جايه عملتي ايه؟ دي حقيقه انا كان في تواصل ما بيني وبين كابتن حمدي على طول وانا هناك. كان في حته ان انا لما انزل طيب انت هتنزلي امتى؟ طب احنا عندنا مثلا كاس، عندنا افريقيا او ايا كان اللي عندنا. فقال لي تقدري تلعبي لما تنزلي وكده؟ قلت له اه طبعا يعني كان على اتصال بيكي من هناك. دي حقيقه. ولما نزلت يعني قال لي هتشاركي معانا، كان المفروض الموضوع كله هيخلص يوم مفيش يعني اخر خمسه. وبعدين الموضوع اتاجل شويه، كان كل شويه بيتاجل عشان الظروف بنات بتوع الاولمبيكس والكورونا وكذا حاجه. بس ان شاء الله لسه قدامي كام اسبوع. صحيح ان شاء الله. لا باذن الله ومبروك عليك. يمكن مشاركتك مع النادي الاهلي كانت اضافه كبيره جدا يا سعيد. الله يبارك في حضرتك. ندى يمكن الليبرو او مركز الليبرو عايز هدوء اعصاب، وانت ما شاء الله يعني هدوء اعصاب رهيب. وكمان بابا كان بيلعب فولي بول. يعني قولي لي في الماتش اللي فات، وخلي بالك انت كان عليك عبء كبير او الليبروهات كلها بصفه عامه كان عليها، لان كان الصيد موفقين في سيرفاتهم موفقين في الضرب. كلميني عن الماتش ده. هو طبعا انا الماتش ده بالذات ما ينفعش اتوتر، لان انا اكتر صحيح. واحده لازم هقعد اقول لهم كل واحد يهدى، علشان انا ما بضربش، انا كل اللي بعمله ان انا بدافع استقبلي بس. والصيد كمان ارسالاتهم رخمه ما بالظبط، فانا لو توترت الفرقه كلها تقع معايا. صح. وانا الحمد لله بفضل ربنا انا مش بتوتر بسهوله خالص انا يعني. حاسس بكده. بس فالحمد لله ان ربنا وفقني في الماتش ده، وعرفت ان انا اخلي الفرقه ما تتوترش يعني، وان انا قد. طب تعليمات كابتن حمدي الصافي ليك ايه؟ بس خلي بالك الليبرو بيبقى ليه تعليمات مخصوصه او كونتاكت مع الكوتش، لان انت اول كوره تقريبا انت اللي بتستلميها تقريبا يعني. طبعا كل بيستلم معاكي بس انت تقريبا بتبقي اغلب استلامك. كان توجهاته ليكي ايه؟ هو ان انا العب بلعبي وما اتوترش خالص، وان انا اشيل اللي جنبي هم يضربوا وانا اللي استقبل واخد ديفنس. فانا يعني هبسط عليهم الامور كتير قوي يعني. انا لو اول كره طلعت مني خلاص هم هيخلصوا على طول ان شاء الله يعني. يعني هو قال لك اهدي و العب لعبي يعني مفيش حاجه. هو بيثق فيكي جدا على فكره. يعني دي حقيقه. يعني انت كام بطوله مع الاهلي يا ندى؟ دي رابع سنه ليا يعني، انا كده بقى لي 4 سنين يعني. دوري وكاسه دي 8 فيهم بطولتين افريقيا، دي 10 واحده عربيه. واحده عربيه شفت حسبتهم ازاي؟ يعني برضه اسال. لا اصل انتوا ما شاء الله انتوا اجبرتوا الناس تتابعكم. يعني اجبرتوا الناس تحترمكم وبادائكم وبالتزامكم، ولازم تحافظوا على ده. فانت 11 بطوله ما شاء الله في 4 سنين، ولسه صغيره لسه عندك يعني كتير. طيب يعني برضه بصفه عامه ساعات بيكون الليبرو عمره في الملعب طويل. يعني الليبرو يمكن اكتر لاعب ممكن يقعد يعني فتره في الملعب بيتهيألي يعني، لان هو بيكون بيعتمد على الاستقبال. انت حابه تكملي مع النادي الاهلي يعني لسنين طويله وتعملي ريكورد ولا طبعا حابه الوقت معين؟ مفيش حد يبقى عايز ان هو يلعب سنتين ويقعد، كله عايز يلعب لحد ما خلاص يعني لو يجيب اخره فعلا. انا طبعا عايز العب ل 10 سنين كمان قدام ان شاء الله يعني. واكيد ان شاء الله تحققي بطولات، بس صعب يبقى ما تكسريش رقم نهله كابتن نهله. لا نهله انا مش هقدر اكسر يعني، لو جيت على خلاص قربت منها انا هبطل عادي. طب علاقتكم ايه بنهله يعني؟ لا نهله انا اول ما طلعت نهله اول واحده كانت جنبي وكانت شجعتني، كنت هي اصلا نهله واقفه جنبي في الملعب يعني. بس فهي ليها دور كبير قوي معايا ان انا بقى عندي ثقه في نفسي ان العب مع ناس كبار يعني. صحيح. وسهيله برده كانت هتتصل بيكي نهله هناك؟ على طول بصراحه. من اكتر الناس سالت عليا نهله جميله يعني. أيوة. كابتن فريقنا مزاجي بصراحه. هي اللي في الملعب بنحس بالامان. الامان يعني. حد محترم جدا يعني. انتوا مش انتوا بس، ده احنا كمان. أيوة. يعني احنا مشاهدين. طب اقول لكم على حاجه مش هصدقوها. كابتن عادل القيعي طبعا كلنا عارفينه. ايوه. كان بيتفرج على ماتشكم وقابلته هنا في الاستوديو. وهو بعد ما الماتش خلص وخلصنا الاحتفالات والكلام ده كله، وكان سعيد بيكوا جدا جدا. يعني انا عايز اقول لكم ان حتى نجوم كره القدم والاساطير بتاع النادي الاهلي، بالاضافه طبعا لحضور كابتن محمود الخطيب يعني. سلمى كلميني عن حضور كابتن محمود.
كابتن محمود لما بيجي طبعا الصاله بتتقلب، بنبقى طبعا خلاص ما فيش حاجه اسمها ان احنا نروح كابتن محمود زعلان، فلازم ان احنا نكسب الماتش، وكمان لازم يبقى فارس كوره. يعني احنا حتى اتضايقنا اما الماتش ابتدى يقفل شويه. يعني يمكن ده كان في صاله، ده في الماتش صح؟ كابتن محمود نسي تسلم عليكم بعد الماتش. وكان برده يعني حتى مريم طبعا كانت عماله تعيط، والغريب ان مريم بتضحك النهارده يعني في الاستوديو مش عارفين نسجل معاها من الضحك، كانت وقتها بتعيط. فاكيد يعني حضور كابتن محمود الخطيب بيفرق معانا جدا جدا طبعا، بيدينا طاقه وحماس ان احنا ما ينفعش نروح كابتن بيبو زعلان، لازم الماتش يبقى خلصان كمان فرق سكور. احنا حتى اتضايقنا اما الماتش ابتدى يقفل شويه ان احنا ما ينفعش ان احنا نروح كابتن بيبو زعلان، لازم البطوله تتجاب. فطبعا لا، وجوده بيفرق معانا جدا، وهم على طول في ظهرنا مجلس الاداره. يعني حتى الماتش اللي فات بتاع الدوري كابتن بيبو مشي بدري عشان كان الكوره مسافرين، بقيت مجلس الاداره فضلوا قاعدين وفي ظهرنا على طول. يعني شفنا كمان استاذ الضماطي هو اللي سلم الكؤوس، وكان برضو المهندس محمد الجرحي موجود، هم معانا على طول. وفي الحقيقه كابتن طارق قنديل بيبقى موجود، وقبليهم طبعا بيكون نائب رئيس عمرو فاروق طبعا بيبقى موجود. طبعا وده كابتن سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته طبعا، وكان بيسلم على كابتن محمود الخطيب، وكان ساعتها استاذ محمد الضماطي كان موجود. يعني دعم كبير وثقه طبعا. خلي بالك ده انتوا اللي عملتوا كده، انتوا اللي خليتوا الناس وكابتن محمود الخطيب كمان راح اتصور مع لعيبه الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك طبعا. يعني الحقيقه كابتن محمود الخطيب، وبالعكس ده هو من الرؤساء الانديه اللي حتى لو فرقته خسرت بيفضل موجود وبيسلم الكاس للفريق المنافس، وشفنا ده ما فيش اي مشكله، بالعكس روح رياضيه كبيره جدا. كابتن بيبو على طول بيشجعنا وفي ظهرنا مجلس الاداره كلها الحقيقه، فيعني دي حاجه بتدينا حافز كبير قوي ان احنا نفضل دايما محافظين على اللقب. يعني صحيح. ناتاليا يمكن اجيلك بقى، يعني بتتابعي الجمهور الاهلي بيقول ايه على السوشيال ميديا؟ يعني بتتابعيه وبتشوفي بيقول ايه بعد كل مباراه ولا لا؟ بالتاكيد هي بتتابع على السوشيال ميديا جمهور النادي الاهلي، وتعلم ان جمهور النادي الاهلي هو جمهور كبير وعظيم، وبتحب دايما تسمع، يعني تسمع كل تعليقات جماهير النادي الاهلي، وده شيء بيسعدها. طب قولي لي، يعني طبعا احنا بنرد احد الكور المهمه طبعا ليها في المباراه. طيب انت من ولايه ايه في برازيل؟ اوبرلانجا برازيل. اوبرلانجا دي اسم المدينه في البرازيل، وقريبه جدا من سان باولو. سان باولو العاصمه. طيب انت اخر نادي كنت بتلعبي في اوروبا ولا كنت في البرازيل؟ نو ماي كلوبينز برازيل. كان النادي الاخير كان بالنسبه لها في البرازيل. طب لما جيتي مصر ما لقيتيش مشكله في الفود، في الاكل؟ يعني طبعا الاكل المصري مختلف تماما، انا رحت البرازيل وعارف البرازيل الاكل مختلف تماما عن مصر، فاكيد لما جيتي كان عندك مشكله، حليتيها ازاي؟ الأكل بالنسبة لها كان أمر سهل جدا، لأنها تعودت بسرعة على الأكلات المصرية. الأكلة المفضلة بالنسبة لها زلابيا، زي ما بتحبها قوي قوي يعني. طيب مين أقرب اللاعبات ليكي في الفرقة؟ يعني بتقعدي مع مين في الأوضة؟ Son todas las amigas, son todas mis compañeras, mas mi cuarto es Nahla. Nahla, يعني طبعا بتعز الجميع وبتشكر فيهم جميعا، وبتقول بالنسبه لنهله هي اللي تعتبر الاقرب بالنسبه لها بالنسبه للسكن في الغرف. طب ناتاليا بتبعتي يعني لاسرتك هناك الماتشات، بتبعتي لهم لينكات للمباريات او لقطات من المباريات، يعني بيتابعوكي على السوشيال ميديا وبيستنوا الفيديوهات بتاعتك؟ Sí,
سي تيو كونتاكتو كو مي فاميليا. بالتاكيد لها اتصال دائم مع عائلتها وتتحدث دائما عن مبارياتها. وكانت احيانا احيانا بتتحدث معهم بشيء من العصبيه عندما تكون هناك مباراه مهمه بالنسبه لها، لكن بشكل عام هي سعيده جدا واسرتها سعيده جدا بوجودها في النادي الاهلي. واحنا سعداء معاكي كمان، واكيد مبسوطين انت معانا في النادي الاهلي. سهيله هجيلك بقى طبعا، يعني انت صوتك حلو ما شاء الله وبتغني كويس جدا. لما رحت امريكا كان في مثلا عرب معاكي؟ كان في حد بيتحدث باللغه العربيه ولا لا كلهم ما كانش فيه عرب؟ لا كلهم ما كانش فيه عرب. طب تزعلي لو قلت لك عايز اسمع حاجه النهارده؟ لا ما زعلش. طيب بعد اذنك سمعيني حاجه. حاضر. عايز تسمع قديم ولا اي؟ طبعا قديم، لان هو طبعا ان كانت صوتك حلوه فاكيد مع القديم هتبان اكتر. قديم. قولي لنا حاجه لام كلثوم. ماشي حلو. ام كلثوم عن العشاق مثلا؟ مثلا يا ريت يا ريت. اوكي. عن العشاق سالوني، عن العشاق سالوني، عن العشاق سالوني، عن العشاق سالوني، أنا في العشق، أنا في العشق، أنا في العشق لا أفهم، سمعناهم يقولوا، سمعناهم يقولوا العشق حلوة 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 وآخره عالجم، سهاك في الليل ويل على ويل على ويل على ويل، وش منه العذاب ارحم، وش منه العذاب ارحم، ومن على هواه التعب، ومن خب هواه يعلن، قولولي 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 يمين، قولولي 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 يمين، من العاشقين وهب قلبه أهب قلبه على مين، دمع عن العشاق سالوني سالوني سالوني، وأنا في العشق لا أفهم، عن العشاق لا نسأل وخلينا بعيد، خلينا بعيد 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 أسلم. برافو 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 يا سهيلة بجد، يعني يعني حاجة جميلة. بس ما شاء الله، يعني احنا لازم فرقة الموسيقى العربية تكتشفك. يعني يا جماعة احنا مش زي يا جماعة يبقى معانا موهبة زي دي. يعني ما شاء الله بتلاقي المتفوق متفوق في كل حاجة، يعني هتلاقي عنده مواهب، وهتلاقي حتى مرهف الحس، هتلاقي كمان في الملعب حاجه كويسه. مش بنغني طبعا يعني اكيد اكيد بتغني لهم في المعسكرات طبعا. اكيد. بتقعدي مع مين؟ بقعد مع دعاء وسلمى. طب يعني انتوا طبعا بس بتخلوها تغني ولا ايه؟ لا بنخليها تغني. ايوه مش قادره. لا لازم تبقى في فقره. ندى بتخليها؟ لازم تبقى في فقره قبل الماتشات بالليل. لازم في فقره كده. اوضه نرمين وساره وكده لازم في الباص بنغني. طب احنا يا جماعه بعد اذنكم بعد كده في تغطياتنا يعني اللي هي المستمره والحصريه للماتشات لازم كاميرا بالليل تكون تاخد الفقره دي ضروري، لان احنا ما نقدرش يعني تفوتنا. طب انتوا يعني يعني بيبقى جو حلو، بتخرج بره مود الماتش يعني بيبقى نادر لما تلاقي حد. يعني احنا كنا حتى في المعسكرات كان نادر لما نلاقي حد كانوا بيغنوا مهرجانات. يعني ما احنا بنغني مهرجانات هي اللي بتغني بقى. ايوه ما شاء الله صوتها جميل جدا. طب في امريكا يعني ما حدش اكتشفك برضه؟ خلي بالك هم بيحبوا امريكا. فرقتي اول لما سافرت ما كانوش يشوفوني ان انا بنزل حاجات على الانستجرام، بس انا بنزلها بالعربي. اول ما رحنا هناك بقى قالوا لي احنا عايزينك تغني لنا بس بالانجلش. غنيت بالانجلش؟ غنيت بالانجلش بقى فاتبسطوا قوي بقى. طب ما تغني لنا حاجه بالانجلش.
طب يا جماعه لا لازم نسمع حاجه بالانجلش برضه عشان بصي كده ماشي وكده ماشي. ماشي ممكن اغني all of me. ماشي يلا ماشي. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on that beautiful mind? I want your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what it means, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me and give my all to you. You're my end and my beginning, and even when I lose and win, 'cause I give you all of me. برافو 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 برافو. يعني يمكن انت غنيتي قبل كده بالعربي بس اول مره يعني تغني لنا بيها. طبعا هي اول اوف يو الاغنيه دي انا عارفها. أيوة. وحتى نفس يعني بحة الصوت انت جايباها ما شاء الله عليكي بجد ما شاء الله. واكيد طبعا في امريكا فرحانين بيكي جدا جدا. طب يا ندى خلينا اتكلم معاكي اكتر في الفولي بول. يعني يمكن انتوا السنه دي كان صعب وكان موسم طويل وكان فيه يعني برضه توقفات كتيره جدا. التوقفات دي اثرت عليك ولا لا؟ اه طبعا انا اصلا ما بداتش السيزون مع فرقه، كانت اتكسرت رجلي اتكسرت فقعدت 3 شهور في البيت فما حضرتش اصلا في اول فتره دي. بعديها رجعت، بعديها اتصبت تاني في ركبتي قعدت فيها اسبوعين 3 كده ورجعت. فحضرت بقى مع الفرقه على الماتشات يعني انا ما حضرتش. يعني انت فتره الاعداد ما حضرتهاش؟ ما حضرتهاش خالص، انا كنت بتعالج بس. طب اتكسرت في الملعب ولا اتكسرت بره؟ لا اتكسرت في الساحل. والله والله عشان ما تسافريش الساحل كده لو سمحت. يعني انا اقول لكابتن حمدي ما فيش سفر للبنات الساحل خالص. بس اه والله هم كلهم اصلا ما يعني ما فهموش، فجاه لقوني صوره مكسوره يعني. بس الحمد لله نصيبي. طبعا ما انت معرض يعني في حياتك العاديه تتعرض لاصابه. اه فقعدت انا وايه كده ناهل مع بعضينا واحده واحده كده. مع وايه كانت برده متعرضه لاصابه. اه عملت عمليه كمان. بس انا الحقيقه انا وانا مشاهد ما حسيتش ان انت الحمد لله راجعه من الاصابه. الحمد لله يعني لما رجعت على طول بدات انا اصلا على طول فتره اعداد مع كابتن رانيا. وكمان دي تحسي بقى فكره ليكي والكابتن رانيا؟ اه طبعا ما حسيتناش بده. لان انا كنت مش انا ما بحبش ان انا انزل ما العب وحش او ابان شكلي وحش لا. صحيح. يعني بس فقعدت فتره قعدت مثلا فتره كده لحد ما رجعت مستواي اللي انا نزلت على ماتشات يعني انا ما نزلتش اصلا على التمارين. بس وكمان كتير من الفرقه جالهم كورونا واحنا وقفنا. صحيح. عشان الكورونا والفرقه الثانيه كمان والفرقه الثانيه. اه بالظبط. فالموضوع كان صعب يعني بجد. السيزون ده من اطول السيزون واصعب السيزونز اللي عدت علينا يعني. صحيح. فالحمد لله يعني. وتذبذب المستوى يعني اكيد مش جاي من فراغ. اثر طبعا يعني. ما بين في ماتش الصيد الفاينل احنا دايما ماتش الصيد يعني اول مره يطلع معانا يعني 3-2 بس علشان فعلا احنا الاثنين وقفنا كتير قوي يعني. فالحمد لله ان احنا كسبنا يعني. صحيح. وسلمى برضو نفس الكلام توقف كان كتير. اه طبعا يعني. الموسم كان طويل جدا. انت بتدرسي لسه يا سلمى؟ اه انا في كليه علاج طبيعي في سنه رابعه. بس فطبعا الموسم كان صعب علينا كلنا، كان طويل جدا زي ما ندى قالت. كان في اصابات وكورونا كل شويه خلاص هنلعب ماتش لا اتاجل عشان الفرقه الثانيه جالها كورونا، بعد كده مثلا حد من عندنا يجي له. فاللي احنا بقينا خلاص بندعي يا رب بقى ولا احنا ولا الثاني يجي له كورونا عشان نلعب الماتش. صحيح. فطبعا كان طويل بس الحمد لله احنا كنا بنقول احنا ابتدينا حاجه لازم نكملها للاخر، كله مترتب على بعضه فلازم ان احنا نكمل للاخر نمسك في الدوري. الحمد لله خلصنا الدوري نقفل صفحته ولازم خلاص ناقص 3 ماتشات كاس. فكنا ماشيينها ستيب ستيب كده فالحمد لله خلصت على خير يعني. ويمكن ناتاليا برضه تعرضت لاصابه كمان. اه اه اوكي سي سي تي اوبيراسيون دي ميديدو. هي فعلا كانت اصيبت في صابعها ودايما كان الفريق واداره الفريق واقفين جنبها. يعني عدى قد ايه في الاصابه؟ فتره طويله ولا كان 3 شهور تقريبا؟ كان وقت قصير جدا بالنسبه لها ما استمرتش كثير في الاصابه. كوانتو تيمبو ماسو مينوس؟ من شهرين لثلاثة. طب وكنت بتتمرني ازاي؟ لانه طبعا انت قلت الاصابه في صباعك
فاكيد برضو ما كنتش بتلعبي فولي بول، لان اكيد لو تقدري تلعبي كنت هتتمرني. كنت بتتمرني ازاي؟ بتعدي نفسك ازاي؟ توقفت فترة معينة ثم بدأت يوم بعد يوم تبدأ التمارين. بعد كده بدأت مع بعد شهرين مع كابتن رانيا واستمرت على هذا الحال حتى رجعت المباراة. طب ايه الأماكن اللي أنت زرتيها في مصر وعجبتك؟ كل الأماكن بالتأكيد اللي زرتها تعجبها، خاصة الأهرامات وسقارة والمتحف. كله جميل جدا. بتكلم طبعا مصر بشكل عام جميلة جدا جدا، وطبعا بنشكرها على ذلك. بس لازم تاخدي صور وعلى الانستجرام على طول عشان كل صحابك في البرازيل طبعا يشوفوا مصر وجمالها. ايه عملت كده اوريدي؟ كل أصدقاء أو كل أهلها يتمنوا إن شاء الله زيارة مصر، مصر في الفترة القريبة بإذن الله. وطبعا الكل بيغبطها على هذا الأمر، إن مصر جميلة جدا وبيقولوا لها إنهم سعداء إنهم يشوفوها في مصر. طب الدوري خلص خلاص والكاس خلص، بتخططي أو عندك خطة إن أنت تروحي أي مدينة؟ تروحي شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان في الفترة دي، ولا هترجعي على طول على البرازيل؟ gostaria muito, mas eu vou embora dia 14 agora, segunda-feira. يعني هي ان شاء الله هتسافر في يوم 14، ولكن تتمنى ان شاء الله العوده سريعا الى مصر ان شاء الله. طيب ندى، يمكن اجي لك برضو اكيد مع المنتخب. انت الفتره الجايه مفيش حاجه مع المنتخبات بتهيألي، صح؟ هما بيقولوا في لسه افريقيا في شهر 9 تقريبا، منتخب فيرست تيم بس. انا اعرف ناشئات يعني 20 و19 او 20 و18 ليهم كاس عالم، صح؟ كريتين ليهم كاس عالم، بس احنا خلاص. بس انتوا الفريق الكبير مفيش، بس احتمال يبقى في بطوله افريقيا. ده هتبقى مؤهله لحاجه ولا لا؟ كاس عالم. طب انت هتشاركي مع المنتخبات الشباب دي او حاجه، او الشابات يعني؟ هو انا المفروض دلوقتي تحت 23. خلاص. فالمفروض يعني لو ساعات 23 بيعملوا لها بطوله، وساعات لا مش بتبقى سن ثابت. فاحنا خلصنا ناشئات وشابات، يعني كسبنا 2 افريقيا ولعبنا 3 كاس عالم. بس 23 مفيش. 23 دلوقتي بقى لهم كذا سنه ما عملهمش بطوله، فلسه بتاعت الفيرست تيم دي بيقولوا عليه ان شاء الله. صحيح. سلمى بشكرك، نورتيني وشرفتيني الحقيقه. ربنا يخلي حضرتك. يعني حلقه جميله وان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخلي حضرتك، شكرا. احنا نورتينا وشرفتينا في قناه الاهلي، ويعني نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا. سهيلة نورتينا وشرفتينا، وبهنيك على المستوى، وبهنيكي طبعا على صوتك الحلو. وانت سفيره بتاعتنا في شيكاغو، ونتمنى لك كل التوفيق طبعا. ربنا يخلي حضرتك. شكرا قوي. ندى بشكرك، شكرا جزيلا، طبعا نورتينا وشرفتينا، وبرده هنستنى زي العاده وهنقطع التورته مع بعض. بشكرك يا ندى، شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. ميسي. اعزائي المشاهدين، احنا مكملين معاكم في سهره خاصه مع فريق طبعا الكره الطائره سيدات فتيات الذهب، ولكن هيكون معانا الجهاز الفني، ولكن بعد الفاصل. عن احتفاليتنا الخاصه بفتيات الذهب ابطال كره الطائره سيدات، والحقيقه معانا بقى المدير الفني، 7 سنين 19 بطوله، صاحب بقى طبعا الفرح ده كله، والحقيقه تحمل عبء. كان لاعب اسطوره كمان، مش بس مدير فني اسطوره كمان وبيثبت نفسه، لا كان لاعب اسطوره معانا، الكابتن حمدي الصافي. اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم؟ ازي حضرتك؟ انا ما كذبتش ولا جملت، دي الحقيقه. هم 20 بطوله بس. 20 بطوله ماشي يا كابتن ليك. بص خلي بالك، ده عمرك، وتلاقي ده سنينك، فطبعا الاخفاق في اي بطوله طبعا ده بالنسبه لك 20 بطوله طبعا. الحمد ربنا يديك الصحه يا كابتن. الحمد لله. معانا طبعا الكابتن طبعا مي محمود. عايز اقول لكم حاجه، المحلل التقني دلوقتي اصبح هو الدراع اليمين والشمال وفكر ومدرب، لانه حقيقه بيخليه يقرا الفرقه اللي قصاده وبيشوف المشاكل اللي معاه. طبعا معانا كابتن مي محمود، طبعا انا بقول الحقيقه صح؟ ازاي حضرتك الاول؟ ربنا يخليك. وعايز اقول لك ان انت ما شاء الله كل الضيوف اللي شرفوني قالوا ان انت واحده من اكفأ المحللين الموجودين في مصر. ربنا يخلي حضرتك والله. دي حقيقه. ربنا يبارك لك. ونهنيك على المكسب، وده تعبك وشقاك اكيد يعني، واخلاصك اكيد ده اترجم في الاخر الملعب. ربنا يخليك، شكرا. وكان موسم طبعا مليء بالاصابات والعوده للملاعب زي ما شفتوا مع اللاعبات. ايه الشامي كان عندنا برضو اصابات، كانت نرمين، الموسم كله ما خلصش. ندى وليد، الموسم ما خلصش من الاصابات.
فكان لازم يكون عندنا جهاز طبي ناجح معانا. طبعا دكتوره منة طلعه عادل اخصائيه العلاج الطبيعي طبعا منورانا ومشرفانا بقناه الاهلي. ربنا يخلي حضرتك نورك ميرسي. اكيد انا قلت جزء صغير من اللي انت شفتيه طبعا. الحمد لله. منورانا يا دكتوره. ربنا يخلي حضرتك. ربنا طبعا معانا يعني الوحش ابن الوحش ما شاء الله يعني بامانه المدرب العام اللي الحقيقه بيتميز بالاعصاب الهاديه برغم اسمه هو جواه بيبقى يعني حاجه يعني بتبقى نار من جواه وكان ليه دور كبير جدا في المكسب. معانا طبعا الكابتن ايمن فؤاد عبد السلام. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم. بحسدك على هدوءك. ربنا يخليك. بجد ربنا يخليك يعني ما شاء الله انت وكابتن حمدي ثبات وهدوء وانفعال يعني حاجه الحمد كبيره الحمد لله جدا. ربنا يخليك كابتن هيثم. كابتن حمدي دلوقتي طبعا اكتر حاجه اكتر يعني موسم انت كان فيه بالنسبه لك توقفات اصابات ما شفناهاش قبل كده يعني كسر عمليات. الموسم ده كان صعب قوي بالنسبه لك، كلمنا عنه. موسم صعب جدا، موسم طويل يعني الحقيقه اللعيبه جت في الاخر ملت من كتر طول الموسم. يعني ابتدينا الموسم باصابات لعيبه كتير عندنا زي ندى وليد وايا الشامي وبعدهم طبعا بعض اللعبات اثناء بدايه الماتشات. عندنا اصابات كورونا، حصل لنا تاجيلات بعض الماتشات، قعدنا يعني لعبنا مباراه وريحنا شهر وبعد كده لعبنا مباراه بعديها باسبوعين. كان موسم يعني عشان انت تظبط احمالك وفي الوضع ده كان بيبقى وضع صعب جدا. طبعا انا بحب اشكر طبعا رانيا عبد العزيز مخطط الاحمال طبعا على مجهودها خلال السيزون، لان هي الحقيقه طبعا تحملت المشكله الاكبر في عمليه توزيع الاحمال بالاتفاق معايا طبعا، والكابتن ياسر صلاح طبعا دوره الكبير خلال الموسم الحقيقه طبعا يعني من اثنين من المؤثرين جدا معنا في الجهاز الحقيقه. طب كابتن احنا عملنا تقرير بطولاتك 20 بطوله في 7 سنين في اداء رائع، وخلي بالك برضو لاعب اسطوره احترف بره وعمل ومخرج لنا كمان عندك ما شاء الله ولادك طالعين حاجه كويسه. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع لحضرتك. اعزائي المشاهدين عملنا تقرير عن الكابتن حمدي الصافي اسطورتنا في الكره الطائره سواء مدرب او لاعب. خلينا نشوف ونرجع لحضرتك تاني. قاد كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي فريقه نحو التحليق عاليا سواء محليا أو عربيا أو قارية بعدما حقق اللقب 19 له مع الشياطين الحمر. وتمكن حمدي الصافي من استغلال كل أوراقه الرابحة في نهائي بطولة كأس مصر وحقق فوزا صعبا على نظيره الصيد بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية استمتع بها متابعو اللعبة وجماهير القلعة الحمراء. واستطاع الصافي تحقيق 7 ألقاب للدوري الممتاز و6 ألقاب لكأس مصر و4 ألقاب للبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري ولقبين للبطولة العربية، ودون اسمه بأحرف من نور في سجل المديرين الفنيين الذين قادوا سيدات الطائرة للتتويج بالبطولات الواحدة تلو الأخرى، وعلى رأسهم الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الحالي بالنادي الأهلي، وتلاه مجموعة كبيرة من المدربين المميزين مثل ممدوح إسماعيل ونور عطية وصولا لحمدي الصافي والذي أبهر الجميع مدربا مثلما كان لاعبا مميزا تغنت به كثيرا الجماهير الحمراء في المدرجات. ويسعى الصافي لكتابة المزيد والمزيد من الأسطر في كتب التاريخ عن طريق التتويج بقادم البطولات، حيث إنه يمتلك فريقا مدججا بالنجمات إضافة إلى تصعيده للعديد من اللاعبات الناشئات واللاتي ينتظرهن مستقبل مبهر مع فتيات الذهب. تعالى يا كابتن يعني تاريخ يعني شرف يعني بصراحه يعني شرف نادي الاهلي ويشرف يشرفك قدام ولادك حاجه جميله جدا يا كابتن. الحمد لله طبعا كله بفضل ربنا ومجهود طبعا ما بيبقاش مجهود فرد، لا ده مجهود جهاز ومجهود منظومه ومجهود نادي بيدعم، لا منظومه متكامله بتساعد اي حد على النجاح. الحمد لله وجود مجموعه من اللاعبات المتميزات، صفقات عملناها متميزه، ناشئات بنطلعهم كل سنه، لازم الشغل يبقى كده، المنظومه تبقى كده، والا مش هنقدر نحقق ونحافظ على النجاح ده كل سنه. بقول يا كابتن بدايه التدريب ليك يمكن كلاعب كلنا عارفين بداياتك وحضرتك كنت معانا في حلقه وكلمنا عنها كلاعب، بس بدايتك في التدريب مين اللي اثر فيك؟ مين اللي ساعدك؟ مين اللي خد بايدك؟
هو انا ابتديت تدريب في جهاز نادي الجيش مع فريق الاول مع الكابتن احمد زكريا والكابتن هاني مسلحي، كنا جهاز الحمد لله متعاون وقعدنا مع بعض موسمين، كان موسمين كويسين جدا ناجحين جدا، حققنا فيهم نتائج كويسه. وطبعا اشتغلت بعد كده شويه مع المنتخبات ومنتخبات مصر مع الخبير الايطالي فرجوني، بعد كده اشتغلت في النادي الاهلي في الانسات مع كابتن جمعه عبد الحميد والله يرحمه، ما يعني ابتدينا الموسم حوالي شهرين والله يرحمه توفى، وبعد كده خدت انا القياده بعديه. القدر ما بهلوش، كان توفى الله يرحمه، ربنا يرحمه يا رب. طب قول يا كابتن، برضو اكيد يعني برضو 7 سنين بيبقى الموضوع انت بتحتاج تتحدى نفسك، لانه خلاص انت بتوصل لمرحله ممكن تقول لا كفايه، فانت التشبع ده بيبقى حاجه طبيعيه بشر. اكيد طبعا. بتعمل ايه كل سنه؟ بتفوق نفسك ازاي؟ بتعمل دافع لنفسك جديد ازاي؟ الحقيقه طبعا الموضوع صعب جدا، ان انت يعني النادي الاهلي معروف وجماهير النادي الاهلي ما بترضاش غير بالفوز والمركز الاول، الموضوع صعب جدا ان انت بتلعب تحت ضغط ان انت مركز اول، ده بيبقى مطلوب منك ان انت المنظومه اللي معاك كلها كجهاز صحيح. فني وكلاعيبه ان انت على طول لازم تبقى حاططهم على التراك دوت، ان احنا ما ينفعش نخسر، ان احنا في مسؤوليه تجاه جمهورنا ومجلس اداره بتاعنا بيدعمنا واقف في ظهرنا كل موسم، مطلوب مننا كل سنه الاربع بطولات اللي بنشارك فيهم. الحقيقه حاجات بتبقى صعبه جدا، لازم يبقى اللعيبه على اكمل وجه جاهزين فنيا وبدنيا بصوره عاليه جدا، الجهاز بتاعنا كله جهاز الحقيقه متعاون وشغال خليه نحل الحمد لله، يعني احنا منظومه متكامله كلها بتدعو للنجاح الحمد لله. اكيد يا كابتن، يمكن كابتن مياج لحضرتك المحلل التقني دوره في الماتشات معروف، بيحلل المباريات، بيحلل الماتشات، بيشوف نفسه ويشوف غيره. بالظبط. في التمرين بتعمل ايه؟ في التمرين نيابه عن الماتشات والاخطاء كتيره جدا اللي ممكن تحصل في المباريات، انا كده بعد ما بخلص الماتش بفصل يعني كل حاجه، كل حاجة فيه، وببعت الحاجه طبعا لكابتن حمدي وكابتن ياسر وكابتن ايمن عشان الاخطاء نفديها والمميزات نعليها. تمام، فاهم قصدي؟ ده بعد الماتش. بالظبط. طيب التمرين هل بتشوفي مثلا طبعا كابتن حمدي وكابتن طبعا ايمن وكابتن ياسر ربنا يشفيه يا رب بيقعدوا يشوفوا هيعملوا ايه ويمرنوا البنات على ايه؟ طب انت بتشوفي هل في تحسن في التمرين ولا لا؟ ولا خلاص اشوف بقى الماتش الجاي؟ بص ما اقدرش طبعا اراجع وراهم، لان انا تحليل تقني او الاحصائي شغلته قبل المباريات وبعد المباريات، وهو اوتوماتيك بياخد الداتا دي عشان يعمل بيها يعني بيعمل بيها بقى على يعني الفني بمعنى اصح. فهو بيشوف نقطه ضعف مثلا في الارسال، لا نقوي تمرينه الارسال، نعلي عدد الارسالات، الاتاك، البلوك، الديفنس، ريسبشن، طيب عندنا مشكله مثلا في الرايت او الحاجات دي كلها بتطلع من البرنامج، وهو بيبقى يعني بيقراها وبيتفرج عليها فبيعرف طبعا. طب مين علمك الداتا جول؟ بص يعني هو ناس كتيره قوي طبعا، يعني ما فيش حد يرقصهم طبعا، بس في كذا حد. كابتن ابراهيم فخر الدين، احمد سعيد، كابتن ممدوح اسماعيل، مين تاني، كابتن هاني طبعا كان دايركشنز كده ورقه وقلم، فكذا حد يعني عمري ما انسى حد ليه فضل حتى لو بمعلومه صغيره جدا، لا طبعا فرقت معايا جدا. طب قولي لي انت اختك المحلل التقني بتاع نادي الصيد. ايوه. ايه بقى الوضع؟ احنا اخوات بس لا لا ما فيش كده خالص، مفيش يعني تعاون لا لا لا، ومحتاجه فيديوز بره الاهلي والصيد يعني عادي، احنا كلنا حتى بتاع الزمالك كلنا لازم نعاون بعض، لان احنا محلل واحد بس للفرقه، فانا ساعات ممكن في ماتش مهم وفي ماتش في حته تانية مهم، كابتن طبعا بستاذن كابتن حمدي انت عايزني محتاج يعني محتاجني معاك ولا محتاجني اروح اغطي الماتش ده، فبيقول لي بقى عرفت اغطي انا مثلا، ما عرفتش باخد الفيديو من المحلل ايا كان الفريق واخده واعمله واقطعه وابعته للكابتن. طب اثناء الماتش يعني ممكن تاخدي بالك من ملاحظه حاجه مهمه في الماتش، ممكن تروح الكابتن حمدي، تروح الكابتن ايمن تقولي له هل خلي بالكم لا ده في كذا، ولا طبعا لازم ده لازم هو يعني اثناء الماتش كمان مش قبل وبعد طبعا ده لازم، لان في نسب بتتغير يعني المحاضره اللي احنا عملناها مثلا هنقفل البنت دي مثلا دي المين بتاعي كذا ممكن تكون هي هتبتدي تلف خط، فكل ده بيطلع عندي من اول 6 لفات
طبعا كابتن حمدي بيراجع معايا وكابتن ياسر وطبعا كابتن ايمن سريخ بقى وسويت كتير فبيتعب يعني والله العظيم ما بيركزش خالص يعني مني. طب قولي لي الماتش الاخراني بتاع الصين تحليلك ليه؟ يعني ايه اللي حصل وايه ليه؟ هو كابتن حمدي طبعا انا الف التقرير انا فاكر كويس قوي بعد المباراه اللي احنا ايه استسهلنا المباراه شويه او كان ماشي واسع الجيم. انت التيرنينج بوينت كان ايه سببها؟ احنا كسبنا الماتش بعد الجيم الثاني. احنا حسينا كده بس خلاص بس خلاص ما هي حاجه نفسيه ملهاش علاقه بحاجه ثانيه. حسين انت بصي لخصتي في اوجستي بس خلاص وكابتن حمدي قال كده على فكره يعني هو المدرب بيبقى عنده احساس هو حاسس ان البنات يعني خلاص تقريبا كسبنا وفي ثقه عليها. ايوه طبعا بس برضو احنا بنحيي نادي الصيد برضو كل طبعا 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 مستوى رائع وعملوا ماتش حلو فلازم نحييهم. دي حقيقه دي حقيقه ما شاء الله عليهم يعني لعبات بجد مميزات جدا وهم ما شاء الله عندهم باور في فرق طبعا في الخبره والكلام ده طبعا بس لعيبه تحترم طبعا طبعا ما شاء الله عليهم واكيد وبيلعبوا من غير محترفه وكل ده اكيد يعني احنا بالزبط. اكيد بنحب دايما يعني اللي بيأدي اداء كويس احنا ما عندناش اي غضاضه نقول طبعا يعني طبعا يعني انه عمل ماتش كويس طبعا صحيح. ودي لقطات من المباراه. طيب دكتور اجل حضرتك طبعا كان موسم صعب عليكي يمكن انت دورك السنه دي يمكن كان عليكي حمل كبير اولا كان في توقفات وفي كورونا وفي لعيبه نفسها عندها كورونا وبيبقوا في عزل ويرجعوا وفي نفس الوقت تجهيز اللعيبه اللي بترجع حتى لو ما عندوش اصابه انت لازم بيبقى جاي ممكن لو نزل جامد يتصاب يعني كلميني عن الموسم دي واكتر اللحظات اللي كانت حرجه او الفتره اللي كانت حرجه في الموسم دي. احنا اصلا اوريدي رجعنا من فتره الكورونا بنكمل موسم مش بنبدا موسم صح. فالفتره دي البنات كانوا قاعدين فيها مريحين فتره طويله جدا مفيش يعني جسمهم طبعا مش قادر ان هو يشيلهم نزلنا مره واحده الوقت ده حصل اصابات بس كنا بنحاول ان احنا نفاديها بريكفري او بنلحق على طول بجلسات علاج طبيعي او كده بس كنا اصلا بادئين كمان بآية الشامي وندى كانوا جايين من اوريدي اصابات كانت عمليه ودخلت يعني احنا خلصنا السيزون اللي هو اللي كنا بنكمله بعدين ايه دخلت عمليه فكان طبعا الوقت ضيق جدا من ان احنا يعني نضغط على البنات كان صعب. كان بيجي اوقات مثلا لا البنت دي ما ينفعش مثلا تريح الفتره الطويله دي فنضغط جلسات عشان تلحق تنزل او نعمل ريكفري فهو كان موسم صعب موسم لخبط حساباتك كل جدا يعني اكيد انت برضو حساباتك كانت متلخبطه يعني يعني برضو اصابات بتيجي في وقت وانت مش عارفه هتجهزيها امتى انت عندك ديدلاين بتجهزيها عليه ساعات زي ما كابتن حمدي قال الماتشات بتتاجل صح ولا غلطان فتلاقي نفسك ايه او ماتشات تتبدر ما انت مش عارف هتعمل ايه فكان موسم بالنسبه لكم صعب. طب يعني اكتر وقت حرج واكتر وقت كان عندك كوكتيل اصابات حلو كده كان امتى؟ يمكن كان في وقت فيه نرمين ودعاء الاثنين كان عندهم في نفس الوقت تقريبا في السمانه وده طبعا مراكز مهمه جدا ويعني عنصرين مؤثرين في الفرقه صحيح فكان في الوقت ده هما الاثنين جايين في نفس الوقت دي كانت خدوا قد ايه في الموضوع ده؟ ثلاث اسابيع يعني من اسبوعين لثلاث اسابيع عشان يرجعوا بالفول باور بتاعهم كان حوالي ثلاث اسابيع تقريبا. ايه الشامي دي كانت يعني ان هي كانت راجعه من عمليه داخله في عمليه ثانيه ما لحقتش اصلا ان هي ما لحقتش ترجع بالفول باور بتاعها فجاه دخلنا في عمليه ثانيه التأهيل طبعا كان بياخد وقت كبير. طب الجلسات بتعملوها فين؟ يعني في النادي احنا في وحده علاج طبيعي في النادي. النادي مدعمها بكل الاجهزه اللي انت محتاجاها على المستوى العلاج الطبيعي؟ جدا على اعلى مستوى يعني فعلا يمكن ده بقى مش متوفر انا ما شفتوش في اي نادي. فعلا. خالص. طب كنت بتلجئي للعلاج الطبيعي ساعات بالميه، ساعات بيقولوا الميه بتبقى بتسرع من العلاج الطبيعي، هل انت لجأت الجلسات تمارين في الميه ولا مش محتاجينها؟ يمكن يعني في النادي هي مش متوفره قوي بس في بلان لان دي تبقى موجوده في النادي هي موجوده يعني للاعضاء بس في بلان ان هي تبقى موجوده كمان للعيبه يعني صحيح ان هم لان هي مهمه جدا خاصه طبعًا. بعد العمليات التأهيل ده جزء طبعًا. كبير جدا من التأهيل يعني طبعا ففي بلان لا انا عايزك كده تجمدي وتبقي لا السنه الجايه السيزون ده خلاني جامده غصب عني خلاص انت كده اتطعمت السيزون ده قواني قوي خدت خبرات كبيره خلي بالك اللي بيشتغل في النادي الاهلي بياخد خبرات جدا يعني لا وكان في مثلا اصابات بتيجي في ليله ماتش يعني ميتو حبيبتي ليله الماتش رقبتها كانت مش قادره ترفع رقبتها من نومه يمكن ليله ماتش الصيد ليله ماتش الصيد والاسانسير وقف والاسانسير وقف كان في مشكله
وكسبنا 2-0 وتعادلوا. لا ده ما شاء الله كانت الدنيا جميله وكل ده وكابتن حمدي واقف على الخط يعني هدوء احسدوا عليه والله بسم الله عارفين مشدودين كابتن حمدي ما شاء الله يعني كابتن حمدي يقول حاجه من حاجه هدوء هدوء البلد حتى لو ما يتعصبش يا كابتن اتعصب علينا احنا نستاهل نتعصب علينا احنا بنتعصب اكتر لا والله بجد شرفتونا كابتن يعني اجل حضرتك حضرتك طبعا يعني نجم ابن نجم طبعا يعني حاجه كبيره جدا فكلمني عن الموسم برضو كلمني عن الصعوبات اللي انت من وجهه نظرك كنت شايفها وحسيت انها عنق زجاجه بالنسبه لك والله يا كابتن هيثم اول حاجه ببارك للجهاز وللعيبه بنات زي الفل عملنا موسم استثنائي صحيح. يعني صعب جدا وبتمنى طبعا الشفاء لكابتن ياسر كان نفسي يبقى موجود معانا شفاء الله وعافاه يا رب الموسم ده بصراحه المدرب الفريق المدرب العام بيعمل عمليه طبعا وبنتمنى له الشفاء لولا كده كان هيبقى معانا فاكيد طبعا كابتن ايمن بيوجه له تحيه وبيقول له الف سلامه اتفضل يا كابتن ابتدينا الموسم ده زي ما قالوا بنات مؤثره جدا كانت عامله عمليه وراجعه وهتعمل عمليه ثانيه زائد ظروف الكورونا وخلي بال حضرتك في نقطه برضو احنا كل يعني الناس ما بتاخدش بالها منها مش بس اللعيبه اللي ممكن تتصاب بالكورونا فاحنا يعني ما نبقاش معتمدين عليهم يعني في عندنا اهالي البنات دي لما بتتصاب برضو اللعيبه بتتاثر صحيح نفس الكلام عندنا احنا برضو اهالينا ممكن تتصاب احنا نتاثر فالقصه كانت صعبه جدا على البلد كلها وعلى كل المجالات الحمد لله ربنا يعني يعديها على خير تاني حاجه ان في اثناء الموسم يعني واجهنا صعوبات كتيره قوي من تاجيل الماتشات زي ما حضرتك قلت في الاول التوقيف الوقف بتاع الكورونا الكاس يعني احنا قبل نهائي الكاس عرفنا قبلها تقريبا ب 48 ساعه ان احنا بعد بكره عندنا قبل نهائي كاس ماتش سبورتنج كانت لسه نهله بتقول الماتش هتلعب لا مش هتلعب وبرده عرفنا ان هنلعب من غير دعاء وفريده لا دعاء وفريده ممكن يلعبوا كانت كان الماتش في اسكندريه كناش لسه عايزين والله طب وعملتوا ايه يعني طب إيه؟ مين كابتن حمدي عرف بلغكم ازاي يعني قال لكم يا جماعه كابتن حمدي طلع بعد بكره ولا هتقول ايه يا كابتن يعني ما بقاش ماتش كده الموضوع بقى صعب كابتن حمدي من ساعه ما كان هو لعيبه في ميزه ان هو بيشيل الدنيا على كتافه والله العظيم يعني انا هحكي لحضرتك موقف كوميدي جدا كنا بنلعب نهائي البحر المتوسط 2005 في الماريه في اسبانيا في الجيم الخامس احمد بيلعب احمد صلاح ما شاء الله وعبد الله بيلعب وكنت انا والكومي بنبدل مع بعض ففي الملعب كان انا واحمد وعبد الله و15 14 لاسبانيا تمام باي بونت هنخسر ده والارسال والارسال معاهم والله العظيم خدنا تايم اوت في التايم اوت انا واحمد وبقيه الضريبه كلها عبد الله ما ترفعلناش ما هترفع انا هضيعها انا خسرت مصر فحتى عبد الله وحمدي كان في الخط الخلفي رفعها لحمدي وقال له بالشفا والحمد لله وخلصها يعني حمدي طول عمره بياخد الحاجه على كتافه واحنا وراه النجم كده وبيبقى هو اتربى على كده ان هو يتحمل مسؤوليه حتى بقول لك في المباراه والله انا باخدها بهزار وضحك بس احنا واقفين هنتجنن كنا قاعدين هنا على الاستوديو واحنا يا كابتن قول حاجه وكابتن حمدي مربع ايده وباصص للملعب ومركز وفيه هدوء ابص اقول يبقى هو عنده ثقه هنكسب ان شاء الله بس خلي بالك يا كابتن هيثم ان بتبان في عيون اللعيبه يعني انا من الخبره وكابتن حمدي طبعا واحنا قاعدين بره لما بنشوف اللعيبه خارجه مثلا واحنا خسرانين او الصيت باقي له بوينت ويكسب بيبان في اللعيبه بنبقى لا احنا هو لو شاف الهزيمه في عينك خلاص انتهى الموضوع طبعا اللعيب لو شاف ان انا كمدرب او مدير فني اتهزمت وشاف ان انا سلمت واتنططت واتعصبت وخلاص وبعت القضيه هخسر برافو عليك فلازم لازم اللعيب يخش يلاقي يشوف الثقه في عينيا ويشوف ان انا هكسب انا صحيح. هكسب يعني لحد اخر لحظه بقول لهم اهدوا وهنكسب هنجيب البونت ده وهنكسب طب كان في كلام بينكم ببعض يا كابتن ايمن طبعا طبعا على طول بيبقى في كلام بين الوقت الحساس يعني طبعا طبعا وبروح يعني ساعات انا كابتن حمدي ممكن تبقى من توتر الماتش او مركز في حاجه ثانيه اقول له المحترفه بتضيع ارسال معانا نرميه ممكن تنزل لعب ارسال ساعات بياخد بالكلام وساعات يقول لي استنى شويه شروق يعني في حوار بينكم طبعا. من بعض طبعا. بيحصل طبعا طبعا شروق يعني ساعات البلوك كانت يعني الضربه عندها كتير اروح اقول له عايزين يقول لي استنى وبعد الماتش ما خلص الحمد لله اتكلمنا وقال لي انا ببقى شايف كل حاجه بس كل حاجه في الوقت المناسب صحيح وخلي بال حضرتك برضو الجمهور انا يعني انا اهلاوي صرف طبعا الجمهور بقى كمان بيزعل لما بنكسب 3-2 ده عايز مكسب 3-0 صح وحصل معانا السنه اللي فاتت كنا بنلعب الزمالك عندنا في النادي والماتش خلص 3-2 قبل اللي فاتت قبل اللي فاتت الزمالك بعد جاب 2 محترفين عشان الراوند الثاني هيكسبنا الراوند الثاني كان 3-0 او 3-1 كسبناه باثنين محترفين تصدق نفس اللغه اللي قالتها نهله نفس الكلام قالت لك الشوط عندنا بعقاب على طول ما فانا بس انا عايز اطمن جمهور الاهلي احنا فرقه زي الفل الموسم كان طويل وصعب وزهقنا وكنا عايزين نلعب ويعني خلاص
زهقنا صحيح. لازم هنلعب وخلاص صحيح. بس الحمد لله انتهى على خير. اربع نقط يا كابتن اللي شايبونا والله العظيم في الاستوديو يا دكتوره. والله يا كابتن شايبونا احنا كنا عايزين مش بنبص على الماتش, احنا كنا عايزين حاطين ايدينا على عينينا. الكاميرا كمنها في ناحيه البنش فمش جايباكم, بس احنا بقول لك احنا اللي متفرجين كنا بنموت في يعني الكوره, يعني مش عايز اقول لك كانت بتبقى مكلفه في الاستوديو والاخوه المصورين كان الدنيا بتنط مع كل نقطه. برضه كابتن هيثم يعني الماتشات دي بتاعت نهائي الدوري ونهائي وبطوله الكاس كلها لاعبينها من غير اتنين مهمين جدا عندنا. انا لسه بقى عايز اقول لحضرتك, لا استنى يعني انا عايز قلبك جالك منين؟ معلش يا كابتن ثانيه واحده برضه دي على فكره ده دعم للمنتخبات طبعا انا فاهم طبعا بس فريد العسلي ودعاء الغباشي اتنين مهمين جدا طبعا, وانت داخل على الكاس واكيد قاري اللي احنا قارينه ان الصيد فرقه كويسه طبعا, وعامل ان كسبت الزمالك 3-0 هناك وكسبت الشمس, يعني طريقها كان اصعب من طريقنا. جالك قلب ذاكر؟ لا جالي قلب بثقتي في اللعيبه اللي موجوده عندي. عندي لعيبه, عندي في مركز ثلاثه عندي نرمين المنشاوي في نفس مركز فريده, عندي مي غزال, عندي ناشئات, عندي ايات ياسين, عندي سلمى يوسف, عندي في اربعه فريده الحناوي. لا احنا فرقه مجهزين وساره يعني احنا وساره طبعا امين دي اساسيه طبعا كويس جدا. بس احنا كجهاز احنا يعني انا من بدايه الكورونا من السنه اللي فاتت عارف ان في اوضاع يعني عامل حساب ان ممكن الاثنين دول كان يجي لهم كورونا لا قدر الله وما يبقوش معايا بعد الشهر طبعا عليهم, فعامل حسابي طول السيزون ان انا يبقى معايا 20 22 لعيب جاهز اختار اي حد لازم ابقى دايس عليهم في التمارين ويبقوا جاهزين كلهم, لان انا معرض ان كل ماتش هيبقى غايب مني 2 3. خلي بالك ماتش السيد برضو اللي ما حدش واخد باله ان ماتش السيد دايما في مشاكل في ماتشات السيد دي صحيح. ماتش السيد الاولاني اللي هو كان هيحسم الدوري كان عندي نرمين كورونا وعندي مريم متولي كورونا والاثنين بيلعبوا مركز ثلاثة ما عنديش, ما بقاش عندي غير مي غزال وفريده العسقلاني ومعاهم ايات ياسين 16 سنه ولعبت بيه وكسبنا 3-0. فانت عندك ثقه وشفت تحديات في الموقف, ثقه في اللعيبه يعني خلينا بس عشان نوضح لساده المشاهدين يا كابتن عشان الناس بتقول يعني هو اتحطيت انت في مواقف زي دي طول الموسم. بص يا كابتن عايز احنا ما لعبناش ماتش كامل طول الموسم بالزبط. ما لعبتش ماتش فانت اوريدي السيتويشن ده شفته اكتر من مره وانت عندك ثقه وجاهز السيناريو ده بس ده يحسب لحضرتك طبعا, اولا يحسب نادي الاهلي اكيد دعم المنتخبات دعم اللعيبه اللي موجوده والناشئات اللي موجوده وما عطلش الموسم طبعا عشان كان ممكن بسهوله جدا نعترض واحنا احنا يعني ما اعترضناش بصوره ان احنا مش هنلعب, لا احنا اثبتنا حقنا ان احنا من حقنا ان احنا نلعب باللاعبات دول بس عشان مصر والاعداد بتاع الاولمبيات وحلم البنات وحلم الاتحاد ان يبقى في فرقه في الاولمبيات, فاحنا وافقنا ان احنا نلعب من غير البنات دي بس احنا اثبتنا حقنا ان احنا المفروض كنا نلعب كاملين صح. ودي حاجه طبعا تتحسب لك يا كابتن, وحبينا نوضح النقطه دي للساده المشاهدين عشان يبقى عارفين قد ايه نادي الاهلي لاولاده داعم للمنتخبات. اكيد طبعا اكيد طب يعني اجي لك يا كابتن ماتش الصيد طب انت قولي لي كنت اري الفرقه بتاعت نادي الصيد, هو طبعا في بنت غابت عندهم اللي هي سلمى طويله سلمى 13 فاكيد برضو لو كان موجوده كانت هيبقى الامور صعبه لان بلوك على الشبكه اكيد ايد عاليه جدا هتبقى قدام البنات يعني. طب كنت انت قاريه الفرقه ازاي وكنت شايفه احنا مش هنجيب اسرار بس كنت شايفه ان مفاتيح مكسبنا ايه؟ بص حضرتك احنا قبل الماتش ده سلمى كانت بتلعب معانا لما كنا بنلعب الماتش في الصين صحيح وكسبنا بيها مفيش تمام مفيش حاجه انا خايف من اللعيب لان انا واثقه في اللعيبه بتاعتي تمام هي امكانيات وتنفيذ لا اكتر ولا اقل بنعمل كل حاجه يعني كل حد عارف هو بيعمل ايه انا بعمل محاضره مش محاضره على ماتش واحد معانا على كذا واحده اي نادي كانت اصلا ما يعني ما لعبتش هنا كتير عشان سافرت ورجعت فشفت اخر مستوى رجعت فيه صحيح. هنوقفها ازاي هنعمل ايه الفكره في التنفيذ ان لعبتي تنفذ الكلام طبعا باوردر من كابتن حمدي وكابتن ياسر وكابتن ايمن بيبقوا عندهم باور انا مش خايف من حاجه انا قاري كل حاجه هتحصل في الماتش بس مين اللي هينفذ هم بينفذوا بصراحه عشان حرام لا بس يعني قصدي اقول لك مش قصدي يعني اللي ينفذ تركيز بس ايوه تركيز الكلام اللي اتقال لي اعمله في الملعب بس فهلاقي انت زي ما بتقولي انا نازله اللاعبات نازلين قاريين حافظين اللعيبه اللي قدامهم مين هيعمل ايه طب قولي لي وبرده كابتن حمدي عايز تحضرني في النقاش ده وكابتن ايمن بعد اذنك ممكن انت مثلا تشوفي في لعيبه انديفيدوال بقى بتكلم مش على ماتشات انديفيدوال لعيبه يكون عندها مشكله مثلا لعيبه بتحب لو جت من زاويه معينه طبعا بتروح على اللاين عندها مشكله في ريست ايديها كتفها ما بيجيبش زاويه معينه بتقدري تحللي ده على المستوى الفردي اكيد طبعا اكيد طبعا يعني كل الحاجات دي احنا قبل المحاضرات بنبقى متفقين مع بعض يعني المحاضره دي بتبقى مثلا ساعه ونص ساعتين قبل الماتش بس احنا قبلها شغالين قبلها بثلاث اربع ايام
انا ومي وكابتن ياسر وايمن داتا بتمدنا بيها على فرقتنا والفرقه الثانيه. ممكن بوزيشن معين في الماتش حصل ان غيرنا كان نرمين ومريم متولي غيرناه البوزيشن بتاعهم بقى دي مكان دي ودي مكان دي مع ان ده ما بيلعبوش كتير كده يعني في المكان ده بس غيرناهم لان احنا لقينا خلل معين في نقطه معينه كنا عاوزين مريم متولي كانت بنت عندهم شغاله كويس فكنا عاوزين مريم متولي برضو بالقوه بتاعتها في الضرب السريع تبقى قوه قصاد قوه وحصل مريم حصل مريم متولي ده كان بينكم الحوار ده كان بينكم في الماتش مريم متولي هدتها شويه بالضرب السريع بتاعها وابتدت البنت تهبط شويه وتنزل في مستواها يعني فرق الحوار وقصص يا جماعه احنا قاعدين في الماتش بيتفرج على نقطه جت ونقطه لا الموضوع بيبقى فيه في البوزيشنات والتغييرات ونقط معينه لا الموضوع طبعا بيبقى صحيح. وكمان الدكتوره برضو عايز اسالك يا دكتوره يمكن ال 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 العلاج الطبيعي بيبقى محتاج التزام من البنات يعني في اوقات بتاخد الجلسه بتاعتها وتقول لها مثلا ارجعي اعملي تلج اعملي ميه سخنه ارفعي انكر رجلك من على الارض بشكل معين بتلاقي الالتزام ده من البنات؟ بصراحه يعني احنا دايما حتى بعد قولي الحق يا دكتوره لا ده حقيقه ده حقيقه لان هم يمكن لما ما كانوش بيعملوا كده كانوا زي ايه يعني اتقرصوا فهموا ان لا انا لو ما عملتش ده غلط عليا فهو لا بعد التمرين كابتن حمدي بيدينا فتره ستريتش كل بنات لازم تعمل ستريتش كل بنات لازم يبقى في ريكوفري في اخر التمرين التلج ده اساسي كل البنات لا البنات ملتزمه بصراحه بس هي الفكره ان اصلا ما كانش بيبقى في وقت كافي للجلسات او للراحه البنات بيقولوا لي بمعنى إيه؟ ان العلاج الطبيعي عشان يديني 100% يعني نتيجه صح 100% لازم يبقى في راحه طيب انا لا احنا كنا مضغوطين احنا كنا فجاه مثلا مريحين بعدين لا احنا عندنا ماتش زي كابتن حمدي وكابتن ياسر قالوا ما كانش في الوقت الكافي لان احنا نريح بنت يبقى فيه راحه سلبيه مثلا ما كانش دي الاوبشن ده مش عندكم مش موجود يعني الاوبشن ده اتشال من الاوبشن ده مش موجود غير بقى اكيد في الاصابات اللي هي السيريس يعني اصابه مزله مثلا كسر العمليه خلاص بالظبط حاجه زي دي في الحسابات خالص انما مثلا يعني بنت في اصابه يعني ما تستدعيش شد بتاع الحاجات دي لا مز دي بنقعدها برضو ما فيهاش كلام لا دي ما فيهاش كلام انما زي شد مثلا جزع مش حاجات اللي هي اللي قادره ان البنت تتواجد فيها في الملعب لا هم البنات بصراحه رجاله ناتاليا اللي هي اللعيبه البرازيليه اتصابت في صباعها يمكن قعدت 3 شهور اتصابت ازاي وايه ظروف اصابتها هي كانت بتاخد بلوك يعني فصباعها اتكسر صغير هو في الاول اصلا اتخلع ردناه يعني عادي. في الملعب بعدين لا بتثبت شويه نعم بتثبتيه انت بعدين بس لا ما هو يعني ما كانش في فرصه بقى ان انا استنى لان الصباع ورم والزرق جامد فطلعنا على طول على مستشفى المعلمين عملنا الاشعه ولقينا ان في يعني كسر لكن في ايديها اليمين ولا الشمال؟ ايديها ناتاليا الشمال هي بتضرب بايديها اليمين بس برضه كسره لا بقى هي ايا كان هي لا هتقدر ان هي ولا هتستقبل ولا هتعمل ديفنس ولا بلوك ولا اي حاجه كانت مره ايه تعرضت لحاجه زي كده في بطوله عربيه بين افريقيا لعبه افريقيه وهي عندها شجره وخبت على مصر كلها ولا اي حاجه لا ونزلت واتعملت وعملتش عمليه على فكره الاصابه دي قعدت معايا مزمنه قعدت معايا موسمين بعد الاصابه لا هي وحش ما شاء الله عليها يعني ما شاء الله عليها هي العمليه يعني متعوده ان هي تلعب تحت ضغط الاصابه يعني وتحت ضغط العمليات صحيح لا اثرت فيها كتير بس هي الحقيقه يعني عندها جلد ما شاء الله ودايما بتحارب عشان ترجع لمستواها كفايه الاصابه اللي اتعادت لها رجعت يعني محدش الحقيقه عملت عمليتين في وقت قصير جدا بعد ما رجعنا من كورونا وبعد ما ابتدينا السيزون الجديد في فتره قليله يعني تهد اي لاعب الحقيقه طب كابتن انت بقى ليك وضع معين انت كنت لعيب نجم جدا وكنت بتلعب فولي او بيتش فولي بول لعبت بطوله عالم تمام شفت انا فاكر ازاي بذاكر عارف كل حاجه طيب اكيد ليك اكيد بتتكلم مع فريده ودعاء لانهم رايحين يمثلوا مصر وكمان عندهم فرصه يتاهلوا الاولمبياد تمام بتقول لهم ايه لان خاصه اللعبه دي صعبه انت هم اتنين في نص ملعب رمل ويعني الموضوع صعب نصيحتك لهم ازاي انا ابتديت اساسا البيتش فولي مع دعاء كان عندنا تصفيات الاولمبياد اللي فاتت اللي قبل دي فعلا لعبناها هي تاهلت واحنا ما تاهلناش بس هيك. في التور بتاعت مصر هنا بتاعت افريقيا في مصر هنا انا خدت اول وهي خدت تاني وبعدين هي كملت بقى احنا خسرنا طبعا من جنوب افريقيا والدول الجامده في البيتش وهم كملوا دعاء وفريده ميزتهم ان هم متفاهمين جدا مع بعض بيحبوا اللعبه جدا جدا جدا
متفاهمين جدا مع بعض. مش اي حد يحب البيتش فولي بول. وان شاء الله هيتاهلوا يعني هم بنسبه 90% ان شاء الله يا رب هيتاهلوا ويمثلونا ان شاء الله هناك. طب انت حاسس ان هم ممكن يتاهلوا؟ خلي بالك هم طريقهم برده صعب واحنا مش محققين قوي يعني، يعني في 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 راوند باين حققنا فيه تاني او حاجه زي كده. فهم عندهم فرصه بس صعبه، شايف ان ممكن يتاهلوا؟ لا هم كل الراوندات لحد خدوا فيها اول البنات، الاولاد اللي طلعوا تاني بس البنات يعني قريبين للتاني. قريبين هم رانكينج نمبر 1 على افريقيا هم الاثنين. طب على مستوى العالم ممكن نعمل حاجه في الاولمبياد؟ مش مهم ميداليه، يعني عارف انه صعب جدا. طبعا بس ممكن نقرب مثلا من البيست 7 بيست 6 يعني، يبقى كده ولا صعبه؟ هيبقى انجاز لو خدنا شوط. هيبقى انجاز لو خدنا شوط. صراحه حلو، لان انا مش هقدر لحضرتك احنا في مصر ما عندناش بيتش فولي ولاد يعني البنات شويه، انما اولاد احنا يعني صعب. مفيش يعني احنا في مصر بنحلبس في البيتش، هناك مفيش الكلام، هناك بيطلع جداً. منافسه صعبه جدا. يعني انا عايز اقول لك انا في بطوله العالم انا في شوط وخسرت 21-2. الله. والناس الفرق كنت بلعب بطل العالم النسخه اللي قبليها بولندا، جم اتاسفوا لنا بعد الماتش، هم فاكريننا مصر ورمله وهرم. فهيلاقونا صراع وجمال بقى فاهمنا رمله حلوين قوي، جم اتاسفوا لنا بعد الماتش ما نعرفش ومش عارف ايه وهناخد بايديكم، وبقينا ننزل نتمرن معاهم الصبح ويعلمونا حلو بس ان شاء الله نوصل ان شاء الله اولاد وبنات امين يا رب. اللعبه طب وخلي بالك الان دور الاول دور يعني احنا في الطايره بنلعب الدوري العالمي وبرده مصر ليها اسمها يعني. طبعا يعني احنا حتى في كاس العالم اللي فات بتاع الشباب خدنا رابع. يعني قصدي اقول لك ان احنا لينا اسم، بس اول دور تفهمش فيه ايه؟ طب ما احنا عندنا رمله كتير يا جماعه وننزل كله. محتاجه مسابقات كتيره. محتاجه مشاركات كتيره. يعني مسابقات برده في الاخر فتره دي ما كانتش مستوى صحيح. يعني قبل كده كان زمان كان بيتلعب مسابقات للناشئين والكبار، دلوقتي فين وفين على كل ما نسمع بطوله على البيتش يعني. صحيح. الموضوع محتاج شويه شغل شويه فيه. طيب قول لي يا كابتن انت الفتره اللي جايه بقى تخطيطك ايه؟ يعني هتدي البنات يومين راحه بس صح ولا لا الحقيقه هم تعبوا جدا الفتره اللي فاتت. خلاص اربع ايام يعني سنه اسبوع ماشي لا تعبوا جدا الموسم اللي فات ده تقريبا من شهر 7 شغالين لاحمين موسم في موسم، فلا يستحقوا اجازه كويسه لان الموسم الجاي ان شاء الله في تخطيط باذن الله ان هنشارك طبعا عربيا وافريقيا ان شاء الله باذن الله. فيرجعوا بقى يحققوا لنا الرباعيه اللي احنا متعودين عليها ان شاء الله يعني، واحنا نغطي في القناه هنا وننبسط يعني لا شغل تاني والحمد لله عندنا القماشه وعندنا عدد اللعيبه اللي يسمح بالكلام دوت. يعني زي ما قال كذا محلل ان فريق النادي الاهلي ما شاء الله عليه في 3 4 اجيال موجودين دلوقتي خبرات كبيره وجيل وسط وجيل ناشئين، لا كوكتيل الحقيقه وكلهم على مستوى عالي وكلهم نجحت في 7 سنين بامانه. الحمد لله يعني الحمد لله حتى 4 5 سنين ربنا قدام ان شاء الله ما عندناش بفضل ربنا الاهلي ان شاء الله باذن الله مش هيعاني في المستقبل، عندنا يعني ناس طالعه والحمد لله بتاخد خبرات من النجوم اللي موجوده. يعني النجوم اللي موجوده انا بشيد بيهم جدا في الحته دي، ما بيبخلوش باي معلومه على الولاد الصغيرين اللي طالعين. عندنا 6 7 صغيرين حاسس ان هم يعني معانا من داخلين جدا، وده يعني انا شايف دور الناس الكبار زي نهله ونرمين وايه وكل ساره الناس الكبار الحقيقه محتضنين الناس دي جدا وعاملين حاله كويسه جدا، وده هيبان في المستقبل القريب ان الولاد دول هيبقوا حاجه كويسه باذن الله. كابتن حمدي الصافي بشكرك نورتينا وشرفتنا يا كابتن الحقيقه. انا بستمتع جدا في الكلام معاكم وبالاخص حضرتك بتدينا طاقه ايجابيه لكل اللي موجودين والله. بشكرك يا كابتن. شكرا شكرا كابتن مي، دايما موفقه كده ودايما حاطه راسنا في السماء وحليلي كويس. حاضر. ماشي يا كابتن بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك دكتوره منى، بشكرك وربنا يعينك. خليك يا رب يا رب بعد التطعيمات بتاعه كورونا دي الدنيا تهدى معاكي شويه والاصابات تهدى يا رب. نورتيني وشرفتيني يا دكتور. ربنا يخليك. كابتن ايمن طبعا بشكرك نورتيني وشرفتيني، حاجه جميله جدا وحاجه فخر النادي الاهلي. ربنا يخليك، الشرف ليا يا كابتن هيثم، وحضرتك من القامات برده في النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن. احنا هنا دورنا مساعد، انتوا الاساس وانتوا الابطال، واحنا بنديكوا بس يعني اقل من حجمكم كمان. ربنا يخليك يا كابتن. متشكر. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع عشان بقى نجيب التورته واللي هو طبعا التقليد اللي احنا بنحبه. انتظرونا بعد الفاصل، اكيد ان شاء الله هتشوفوا بقى التفاصيل، ويا رب مريم ما تضحكش بعد الفاصل. بعد الفاصل. نفسنا لو تلقى اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع انا بقى يعني المكسب السنه دي عايز اقول لحضراتكم ان حلاوته انه كان جاي بعد ماتش صعب، يمكن هو ربنا سبحانه وتعالى شاء ان فرقه البنات يبقى الماتش الصيد يمشي كده بالشكل ده عشان يبقى يعني زي ما بيقولوا ختموها مسك، يبقى ماتش فيه منافسه ونكسب، ما كان يبقى فيه ممكن منافسه ونخسر او ممكن منافسه ويعني او ممكن نكسب 3-0 ما كانش هتبقى بالفرحه دي.
فالحقيقه كان لازم نحتفل بيهم، وزي ما رب يعني العاده او التقليد ان احنا بنعمله وبنجيب تورته من قناه النادي الاهلي ونقطعها معاهم، لان الحقيقه ده حقهم. وفرقه بعدد البطولات دي، بالانجازات دي، بالاحتكار اللعبه دي بالشكل ده، مش بس محليا وايضا عربيا وافريقيا، لازم يتقدروا التقدير اللي يستحقوه. يعني كابتن حمدي اكيد كان معاك مجموعه كامله تستحق الشكر كمان. هي طبعا احنا الجهاز اللي مش موجودين معنا النهارده، كابتن ياسر صلاح اتمنى له الشفاء ان شاء الله، كابتن رامي عبد العزيز مخطط الاحمال، كابتن منى مراد، كابتن ايهاب حسن المدير الاداري، وكابتن اشرف عباس الاداري. الحقيقه كلها ناس تعبت معنا طول الموسم، وبنشكرهم لعدم وجودهم النهارده، وكل طبعا بقيه اللعيبه اللي مش موجوده النهارده كلهم، اللعيبه الصغيره واللعيبه اللي مش موجوده معانا واللعيبه طبعا اللي موجوده كلهم، بنقول لهم شكرا. موسم رائع، وان شاء الله باذن الله الموسم الجاي يعني نبقى واقفين كده وبنحتفل بربعيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن حمدي واستاذنك بقى، حضرتك صاحب القصه كلها والامور، حضرتك ابتدي بقى ايه. يلا يا كابتن، يلا كلنا مع بعض، مع كل... يلا كلنا انا همسك التورته. ايوه ايوه يلا يلا كابتن نهله، يلا انا ماسك كويس ما تقلقوش. بس ايه بس يا كابتن، احنا بعد التورته بتهيألي اكل عادي يا كابتن، مفيش مشكله بقى، مش هنقف بالميزان ولا حاجه، صح ولا انا غلطان؟ يعني انت حضرتك مديهم اجازه يعني يا جماعه انا عايز اقول لكم بعد ان شاء الله الفقره كده بتهيألي هناخد راحتنا يا كابتن، يعني مديكم ان شاء الله اربع ايام اجازه، فالدنيا كده كويسه ممكن يعني هو قال لي هديهم اجازه طويله اسبوع ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دي كانت طبعا سهرتنا الخاصه، وبجد انا مش عايز اقول لكم قد ايه بتبقى سعادتي على المستوى الشخصي، وكمان قد ايه جمهور النادي الاهلي سعيد بيهم، بيشرفونا في كل مكان، وزي ما قلنا دائما ابدا هم فتيات الذهب بنتائجهم، وادوا الثقه لجمهورهم ده. بشكركم شكرا جزيلا، وتابعونا اكيد هنحتفل واحتفالاتنا يا رب يكتر احتفالاتنا دايما جوه النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا. اسال عن الاهلي وبطولاتهم هيقول لك بس عن الارض، وكفايه عن الاهلي دول اهلي نقطه ومن اول الصبر الاهلي. I'm best.